السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقط خلينا نتأكد أنه الفيديو موجود أونلاين. بالنسبة للأخوة والأخوات الموجودين، فقط أكدوا لنا أنه الصوت واضح، الصورة واضحة يعني، والفيديو موجود يعني. فقط احنا ننتظر الإدارة يعني، إدارة الجروب، أنه يقوم بالقبول المنشور يعني. دكتور مازن، أهلا وسهلا. الصوت واضح إن شاء الله، الصورة واضحة. دكتور مازن، تسمعني؟ الصوت واضح؟ دكتور مازن موجود هنا؟ صوت واضح؟ أستاذ علي، الصوت واضح إن شاء الله؟ جيد، ممتاز. الفيديو هسه واضح تكون إن شاء الله؟ تمام، أوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالجميع. بداية شكرا جزيلا للأستاذ محمد قاسم على دعوة جميلة لهذا اللايف يعني الجروب. مثل ما هو واضح يعني من عنوان الفيديو أو من خلال الإعلان عن هذا اللايف، الهدف من عنده هو فقط أنه نوضح يعني الأخوة والأخوات الموجودين في داخل العراق مجموعة من الخدمات الإلكترونية والرقمية اللي متوفرة للمواطنين في المدن الأمريكية بصورة عامة. طبعا أنا ما أقدر أتحدث يعني نيابة عن كل المدن الأمريكية. تمام، أوكي، إنه أعرف نفسي، أوكي. يعني بالنسبة للأخوة ما يعرفون، معكم مصطفى صادق لطيف، ماجستير هندسة حاسبات من جامعة البصرة، كلية الهندسة، وحاليا طالب دكتوراه في جامعة تينيسي نوكسفيل في الولايات المتحدة الأمريكية. بدأت دراستي في الدكتوراه إن شاء الله يعني تقريبا قبل 4 سنوات، وما زلت إن شاء الله يعني في مرحلة البحث. وحاليا يعني موجودين في مدينة نوكسفيل، تينيسي. هي تعتبر أحد المدن يعني الكبيرة نسبيا في ولاية تينيسي. ولاية تينيسي بالنسبة للي ما يعرفون الخارطة الأمريكية هي موجودة في الجنوب الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر هي جزء من الولايات الجنوبية اللي هي السادرن. يعني تعتبر هي إلى حد ما مدينة كونسرفتيف، يعني مواطنيها ملتزمين أو يعني مسيحيين متدينين إلى حد ما تقدر تسميهم. مثل ما ذكرت، وصلنا إلى هذه المدينة تقريبا قبل 4 سنوات، ومنذ ذلك الوقت بادرت يعني في البداية كانت دراسة اللغة الإنجليزية في معهد اللغة الإنجليزية في جامعة تينيسي ناكسفيل. وبعد ذلك بدأت الدراسة الأكاديمية يعني في الكورسات في البداية، وبعد ذلك بدأت في مرحلة البحث. أتمنى أنه يكون هذا التعريف يعني كافي بالنسبة للمتابعين. الهدف من هذا الحديث مثل ما ذكرنا هو أنه نتحدث عن الخدمات الإلكترونية والرقمية اللي متوفرة للناس الموجودين هنا. طبعا يجدر بالذكر أنه مثل ما ذكرت أنا ما أقدر أتحدث عن كل المدن الأمريكية، لأنه هذه المدينة تعتبر هي مدينة صغيرة نسبيا. هناك الكثير من المدن الأمريكية اللي هي أكبر منتها، والتي يعني شيء طبيعي لأنه عدد السكان فيها أكبر. الخدمات المتوفرة للناس في تلك المدن راح تكون أكثر، شيء طبيعي طبعا، إلا أنه هذه المدينة يعني تعتبر هي ثالث أكبر مدينة في ولاية تينيسي. عدد سكانها يعني ما يتجاوز يعني 300-400 ألف نسمة. الخدمات الإلكترونية المتوفرة بها يعني مثل ما ذكرت يعني هو شيء يعني كثيرة جدا، إلى درجة أنه من الصعب حصرها يعني بفيديو لمدة ساعة أو ساعتين أو ثلاثة، لأنه راح أحاول أركز على أهم الأمور اللي أنا أعتقد أنه من الممكن لناسنا أو المختصين في مجال الاي تي الموجودين في العراق الآن انه ممكن انه يقوم بانجازها كشركات صغيره او شركات متوسطه، يعني كانشيتيف او يعني كمبادرات او كستارت اب، يعني عمل يعني بزنس خاص بهم. مثل ما ذكرت، اول شغله يعني واجهتها من جيت هنا هو طبعا مثل ما يعني هو واضح من نتحدث عن خدمات الكترونيه، الخدمه السيرفيس اللي يقدمها هو بالمقابل يعني يحتاج من عندك انه تدفع له شيء معين. فانا اعتقد انه المركز الذي تدور حوله كل الخدمات الالكترونيه في العالم اليوم هو الحساب البنكي الالكتروني. يعني قبل ما تستطيع ان تقدم اي خدمه لاي مواطن، لازم تحصل من عنده يعني تضمن انه راح يعطيك مقابل، يعني راح يدفع لك الفلوس مقابل هذه الخدمه. فاول شغله يعني اللي يعني سويتها ثاني يوم وصلت بي لامريكا انه ذهبت الى البنك وقمت بانشاء حساب الكتروني، حساب مصرفي. طبعا هذا الحساب المصرفي يعني راح يحتوي كل معلوماتك اللي يعني اللي الخاصه بك، سواء المعلومات الشخصيه، معلومات السكن، معلومات الحاله الزوجيه، الحاله الوظيفيه، كل الامور الاخرى. على اساس هذا الحساب البنكي طبعا انت تستطيع ان يعني يكون هذا الحساب هو اما ان يكون ديبت او كريدت.
على أساس تاريخك يعني المصرفي أو تاريخك المالي، تستطيع بعد ذلك الحصول على قروض من البنك أو الحصول على معونات مالية معينة أو غيرها من الأمور الأخرى. بعد ذلك مثل ما ذكرنا، يعني أول خطوة مثل ما ذكرنا هي أنه حصلت على حساب بنكي، وراها النوبة تبدأ أنت تحصل على بقية الخدمات الأخرى. يعني طبعا بالنسبه للمواطنين الامريكيين، يعني هنا من عمر 15 سنه يعني يبداون بالحصول على درايفر لايسنس، يعني شيء ضروري جدا بالنسبه لهم، لانه يعتبر اهم وثيقه يحملها كل مواطن امريكي معه في اي مكان. هي اما تكون الاي دي اللي هو الايدنتيفيكيشن كارد، اللي هو يعني الكارت التعريفي او اللي احنا تكافئ عندنا الجنسيه، هذه يتم اصدارها لكل شخص عند الولاده طبعا. اما بعد ذلك عندما يبلغ 15 سنه 16 سنه بعد يعني هذا العمر، عندما يقوم بامتحان يعني الدرايفر لايسنس، يعني يحصل على رخصه القياده، تعتبر هذه الوثيقة مهمة جدا بالنسبة لكل المواطنين، اللي من خلالها يعتبر راح يكون إلى فد رقم محدد يستطيع السفر ما بين الولايات فقط من خلال هذه الوثيقة، واللي طبعا راح يكون إلى فد ريكورد إلكتروني من خلالها يتم التعرف على يعني فصيلة الدم، الرقم يعني الرقم الوطني لهذا الشخص، محل الولادة يعني أو يعني محل تاريخ الولادة غيرها، أيضا محل السكن، يعني لأنه أيضا مطلوب من عندنا كل احنا أنه عندما تنتقل من بيت إلى آخر أو من عنوان سكن إلى آخر، يجب أن تقوم بتحديث إجازة السوق اللي طبعا تحدثها إلكترونيا، وبعد ذلك تذهب إلى مكان إصدارها وتقوم بتحديثها يعني ورقيا، بحيث أنه تثبت في أي مكان تذهب إليه أنت مكان سكنك هو موجود في المكان الفلاني، واللي هو طبعا يعني رقم الشقة أو رقم البيت ورقم الشارع وزد أي بي كود وغيرها من الأمور الأخرى. كل هذه التفاصيل اللي هسه مثل ما ذكرنا هي إجازة السوق والبطاقة المصرفية أو الحساب البنكي، هذه الأمور راح تخليك أنت يعني في داخل العالم الإلكتروني مباشرة بدون أي مقدمات. بعد ذلك الأمور اللي تقدر تحصلها إلكترونيا هي مثلا تقدر أنه كل الأبوينتمنتس، يعني كل يعني المواعيد للدكتور، المواعيد مع المشرف في الجامعة، المواعيد مع اي شخص، يعني حتى الشخص الذي تقوم بعمل حلاقه عنده ايضا تستطيع انه تحجز عنده موعد اونلاين من خلال المواقع الالكترونيه الخاصه بهؤلاء الناس. طبعا يعني الفارماسي بريسكريبشنز، يعني بعد ما تذهب الى الدكتور بعد ان تحجز عنده وقت محدد ويقول لك بانه انت اليوم الساعه بالعاشره صباحا يجب ان تكون متوفر عند هذا الدكتور. طبعا عندما تصل الى الدكتور مجددا انت تعطي الاسم، راح يقول لك اوكي انت الدكتور الان منتظر انه يستقبلك، لانه اوريدي انت يعني اونلاين قمت بادخال كل المعلومات، وايضا اكو انت عندك فد ريكورد او سجل يعني خاص بهذا المريض عند هذا الدكتور. بمجرد انه تصل تقوم بابراز الهويه الشخصيه اللي هي مثل ما ذكرنا درايفر لايسنس، راح يقوم بادخال اسمك، تظهر كل المعلومات، تدخل الى الدكتور في الوقت المحدد، وبالتالي احنا وفرنا وقت طويل جدا في انتظار الدكتور او انتظار السر انه يوصلنا يعني في الغرفة خارج يعني خارج غرفة الدكتور في العيادة أو الانتظار أو غيرها. يعني أيضا يعني الانتظار راح يكون يعني وقت قليل جدا. بعد ذلك عندما تكمل من الدكتور طبعا راح يقوم بشرح كل الأمور اللي حصلت يعني أعطاك إياها، وطبعا يراويك في قائمة إلكترونية تحتوي على كل الأمور اللي هو شخصها وكل الأدوية اللي راح ينطيك إياها. طبعا من خلال تاريخك الطبي راح يعرف أنه شنو الأمور اللي تحتاج أنه تاخذها من عنده، والامور دي ما يعني يفترض انه ما تاخذها اعتمادا على الامراض السابقه اللي عندك. بعد ذلك مجرد انه توصل للبيت راح تجيك فد رساله اس ام اس او ايميل يقول لك بانه الدواء الخاص بك موجود في الصيدليه الفلانيه. طبعا هو راح يعطيك فد قابليه انه تختار الصيدليه اللي انت تحب انه تروح تستلم الدواء من عندها، يعني ماكو فد اتفاق بين الطبيب والصيدليه في مكان معين، على الرغم انه هو طبيب هو فد يعني مؤسسه خاصه، ومع ذلك هو الصيدليه ايضا مؤسسه خاصه، ولكن ماكو هذه الاتفاقات اللي كنا نشوفها في العراق مثلا، انه الطبيب الفلاني يجبرك انه تروح على الصيدليه الفلانيه لكي تستطيع يعني استلام الدواء من عندها. بالعكس هو الطبيب يعطيك كل يعني الخيارات وانت تختار الصيدليه اللي اوريدي اكو عندك ايضا فد ريكورد الكتروني موجود في داخل هذه الصيدليه، واللي تقدر تحصل من عندهم يعني فد ديسكاونت اذا اشتريت من عندهم ادويه اكثر واكثر، ايضا من خلال حسابك الالكتروني الموجود في داخل هذه الصيدليه. بعد ذلك يعني عندما يكون عندك فد ريفل، يعني الدواء اللي استلمته من الصيدليه انتهى في فتره محدده مثلا بعد شهر او شهرين، ايضا راح تجيك فد اس ام اس او ايميل اعتمادا على نوع الرسائل اللي انت تفضلها، يقول لك بانه اوكي الدواء اللي عندك راح ينتهي بعد يومين، واحنا اوريدي سوينا لك ريفل، يعني اعاده تعبئه للدواء الاصلي اللي موجود عندك، فمتى تحب انه تمر علينا في العنوان الفلاني في الوقت الفلاني. كل هذه الامور تجيك الكترونيا يعني بدون انه يتدخل بها لا الطبيب ولا صيدليه ولا انت، يعني هو نظام الكتروني يشتغل. ايضا يعني الامور الاخرى اللي توفر لك اياها يعني المواقع الالكترونيه الموجوده هنا، انه طفلك وصل الى مرحله معينه تحب انه توديه الى المدرسه، يعني البري سكول يعني ما قبل المدرسه او الكندر جارتن الروضه او غيرها او حتى المدرسه الرسميه.
ما تحتاج انه تركب سيارتك وتروح تدور على المدارس المناسبه يعني طفلك في المنطقه القريبه من عندك او كذا، مجرد انه تدخل على الانترنت تكتب انه برايمري سكول نير مي او بري سكول او كيندر جاردن او اي نوع من انواع المدارس اللي تبحث عنها، راح مباشره ياخذ الزد اي بي كود الخاص بك بعنوانك ويبحث لك عن كل المدارس الموجوده داخل مدارك، وانت بعد ذلك طبعا راح تدخل على الموقع الرسمي لكل واحده من هذه المدارس واللي تجد فيها طبعا التيوشن اللي هو الاجور الدراسيه في هذه المدرسه، اوقات الدوام المتوفره، وطبعا هناك يعني اوقات دوام راح تلقاها الكثير من الاوبشنز، بعض الاحيان تلقى اكو في الدوام 3 ساعات او 4 ساعات او 5 ساعات اعتمادا على ان شنو اللي انت تفضله لطفلك او شنو الامور اللي هي موجوده مثلا في هذه الولايه او هذه المدينه. تدخل على المدرسه، طبعا تقدر تدخل معلومات الطفل، تسجل اونلاين، كل الامور تسجلها اونلاين. بعد ذلك يعطوك فد موعد محدد تذهب الى المدرسه لتسليم بقيه الوثائق الرسميه، يعني اللي يحتاجون انه يشوفون النسخه الاصليه من هذه الوثائق. تكتمل العمليه كلها يعني في 4 يعني 5 دقائق 10 دقائق بعد انه تنتظر يعني انه يوصل لك السره. تنتهي الامور كلها، يعني بدل ما انه تبحث عن مدرسه لطفلك وتنتظر يعني ايام طويله لكي تصل الى المدير واستنسخ الوثائق الرسميه واستنسخ الامور الاخرى، نسختين ملونه وغيرها من الامور الاخرى، كلها ما موجوده. مجرد انه تذهب الى المدرسه بعد انه تكون ملأت كل المعلومات الكترونيا وتصل الى المدرسه، تسجل طفلك، وطبعا يعطوك فد صفطه كبيره من الاوراق انه لازم تمليها اللي تبين بها كل التاريخ الطبي لهذا الطفل، كل الامور اللي كان يعاني من عندها يعني صحيا، المحظورات في الاكل، يقول لك بانه انت تحتاج انه تكون الاكل لهذا الطفل هو جلوتين فري او لا، انت مثلا مسلم تحتاج انه تاكل اكل حلال، انت مثلا فيجيتيريان او فيجان يعني تفضل انه تاكل الامور النباتيه، تاكل يعني المنتجات الحيوانيه او غيرها، كل هذه الامور يعني يعطيك اياها لانه يعني هناك وجبات تغذيه موجوده للاطفال في هذه المدارس. فتلاحظ انه يعني اغلب هذه الامور انت تمليها الكترونيا، بعد ذلك ايضا تاكدها ورقيا وتنطي فد توثيق معين للمدرسه انه يعني تمارس فد حريات معينه، انه تتصل برقمك اذا حصل لا سمح الله فد حادث معين، او تنطي فد رقم ثاني للامرجنسي كول اذا حصل طارئ معين ولم يكن رقمك متوفر. هذه كلها راح تدخل الى داتا بيس قاعده بيانات كامله موحده يعني للمدرسه لكل طلابها، فبالتالي يعني في حاله الانذار، في حاله الحريق، في حاله حصول اطلاق نار، او في حاله حصول اي حادث من الحوادث، هناك اكو بروسيجر معين هو اوريدي موجود اونلاين، انت تقدر توصل له تعرفه، الطلبه يعرفونه، المدرسين يعرفونه، كل هذه الامور راح تسهل عملهم طبعا، وراح تقلل من الخسائر في حاله حصول اي مشاكل موجوده في المدرسه طبعا. الامور الاخرى اللي متوفره طبعا مثل ما ذكرنا، انت عندك انترنت اوريدي، كهرباء متوفره، تقدر ايضا تحجز تذاكر الطيارات يعني اونلاين، ما تحتاج انه تروح الى مكتب على مود تحجز لك طياره، انت اوريدي قاعد بالبيت تحجز طياره خاصه بك. تقدر انه تدفع كل الفواتير اونلاين، يعني بعد ما تذهب الى الطبيب او تذهب الى اي مكان معين وتجيك فاتوره للخدمات الطبيه اللي تحصلتها او الخدمات الهندسيه او الخدمات الاستشاريه، اي نوع من انواع الخدمات تجيك الفاتوره للبيت. الفاتوره تقدر مباشره من خلال حسابك البنكي المصرفي او الالكتروني تدفع الفاتوره مباشره اونلاين وانت قاعد بالبيت، يعني ما تحتاج انه تروح تركب السياره وتذهب الى اي مكان اخر. يعني مثل ما ذكرت هناك الكثير من الامور المتوفره، هي يعني لانه انا عايش بها صار لي 4 سنوات يعني اشوفها طبيعيه، وما اعرف انه هل ربما بعضها موجوده الان متوفره تكون بالعراق، لانه مثل ما ذكرت انا سافرت قبل 4 سنوات ومنذ ذلك الوقت يعني تقريبا انقطعت علاقتي هناك، مجرد انه اتصل بالاهل يعني السلام عليهم، بس ما اعرف شنو انواع الخدمات اللي استحدثت وتوفرت حاليا بالنسبه للمواطنين هناك. فربما بعض الامور اللي انا قاعد احكيها حاليا يعني تكون هي اوريدي موجوده ومطبقه عندكم في العراق، اذروايز يعني بخلاف ذلك ممكن انه الناس تستفيد من هذه الكلمات في انشاء فد مشاريع معينه تفيدهم للمستقبل. طبعا ايضا يعني كل انواع البلات مثل ما ذكرنا، كل انواع الفواتير ممكن انه تدفعها، فاتوره الماء، الكهرباء، المجاري، الانترنت، التليفون، كل انواع الفواتير ممكن تدفعها اونلاين، لانه هي راح تجيك يعني تذكير يومين او ثلاثه قبل موعد الدفع، يعطيك انه تذكير انه الان استحقت مثلا فاتوره الكهرباء، فاتورة الماء، فاتورة المجاري، أي واحدة من الفواتير الأخرى، يجيك مباشرة هو تذكير أونلاين، بعد ذلك تستطيع دفعها أونلاين، يعني هذه الخدمات المتوفرة. أيضا تقدر أنت أونلاين تطلب يعني الفود، جروسري، كل أنواع الخدمات، يعني كل الأمور اللي اللي ممكن أنه تروح للمحلات وتشتريها تقدر تطلبها أونلاين وتجيك للبيت يعني. هذه فيما يخص يعني بصورة عامة الخدمات اللي يعني أنا لاحظتها كمواطن موجود هنا، أنا ساكن في أمريكا في ال4 سنوات السابقة. طبعا بالنسبه للناس اللي التقينا بهم ايضا، يعني تلاحظ انه الطفل منذ ان يعني يجي للدنيا اصدار الوثائق الثبوتيه الخاصه به يعني من شهاده الولاده وغيرها كلها تتم في المستشفى يعني وفق انظمه الكترونيه،
مجرد انه يتم ولاده الطفل وتضاف معلوماته الى هذا النظام، فهذا الطفل راح اوريدي تجي في التنبيهات الى الاهل تقولهم بانه اليوم مستحق اللقاح الفلاني، اليوم مستحق الجرعه الفلانيه من الدواء الفلاني، كل هذه الامور تجيك انت الكترونيا انت وقاعد بالبيت، يعني مجرد انه الطفل تم تسجيله في المستشفى. بعد ذلك عندما يبلغ العمر 5 سنوات مثلا يقول لك بانه الان هو استحق مدرسه، هذه هي الاوبشنز او هذه هي الخيارات اللي تستطيع انه تسجل بها. كل هذه الخدمات هي الكترونيه، يعني في نظام، يعني هو مو نظام واحد وانما مجموعه انظمه متعدده ولكنها متكامله انتجريتد مع بعضها، بحيث انه كل نظام يعطي معلوماته الى النظام الاخر لكي يعني تكتمل المعلومات وتقدم خدمه الى المواطنين بشكل نهائي. هذه طبعا اغلب الامور اللي يعني شفناها. ايضا يعني بالنسبه للناس اللي هم اوريدي هنا موجودين، تسجيلك في الكليه، تسجيلك في الاعداديه، في اي نوع من انواع المدارس، في الكورسات، في المعاهد، في الجيم يعني المراكز الرياضيه، كل هذه الاماكن تقدر تسجل بها اونلاين يعني من خلال حسابك المصرفي ومن خلال يعني معلوماتك الشخصيه. اما كطالب في الجامعه فالامور دي يعني ايضا يعني شفتها، او الخدمات الالكترونيه اللي شفناها، انه احنا اصلا من كنا بالعراق يعني قدمنا على مجموعه من الجامعات وقدرنا انه مجرد انه تدخل الى الموقع الرسمي للجامعه تستطيع انه تقدم يعني ابلكيشن اونلاين، تملك كل معلوماتك اونلاين وتقدم كل وثائقك الرسميه اونلاين وتستلم ايضا حتى ورقه القبول تجيك اونلاين، كل الامور هذه يعني الكترونيه وما يتدخل بها يعني فقط اللي يتدخل بها العنصر البشري في تحديد قرار القبول او الرفض، وهذه طبعا تتم بعد انه يتم دراسه كل مؤهلاتك الشخصيه والاوراق اللي سلمتها يعني او قدمتها في النظام الالكتروني. طبعا بعد ما تحصل قبولك في الجامعه اونلاين على فرض انه انت اوريدي موجود هنا في هذه الدوله، راح طبعا تقدر من خلال ايضا من خلال حسابك في الجامعه راح يتم اعطائك يوزر نيم وباسورد وايميل، من خلالها تستطيع الوصول الى المكتبه وكل الخدمات اللي تقدمها المكتبه. عندما تبحث عن فد موضوع معين في المكتبه الخاصه بها الجامعه، اذا كان الكتاب او الارتكل او البيبر او المجله اللي تبحث عنها موجوده في المكتبه في الجامعه سيتم يعني ارسالها اليك مباشره سواء كانت ورقيه او الكترونيه. اما اذا كانت غير متوفره في الجامعه فتستطيع تقديم طلب للمكتبه انه يقوم باستعارتها لك من جامعه اخرى لتوفر بهذا البيبر، مجرد انه تعطيهم عنوان البيبر او عنوان الكتاب يقومون بجلبه لك ايضا حتى من بقيه الجامعات او بقيه الاماكن، هذه ايضا كلها الكترونيا يعني حتى بدون ان تذهب الى المكتبه الخاصه بالجامعه. تستطيع ايضا تسجيل في الكلاسات في الجامعه يعني اونلاين، تستطيع حضور بعض الكلاسات اونلاين يعني من خلال توفرها في كامبوس ثاني او في يعني اذا كانت الجامعه تحتوي على مجموعه اماكن يعني موزعه في عده مدن، فمن يعني من غير الممكن انه تسافر من مدينه الى مدينه لحضور في الدرس معين، فراح يتم تسجيل هذا الدرس يعني في المكان الموجود فيه المدرس وبثه اونلاين الى بقيه الطلبه في بقيه الاماكن، لانه مثلا هنا الجامعه اللي انا بها جامعه تينيسي تحتوي على 4 كامبوسز يعني 4 مجمعات او 4 حرم جامعي في 4 مدن متفرقه، يعني مسافه ما بين مدينه ومدينه من 3 ساعات الى 4 ساعات. فمثلا انا حضرت في كلاس معين كان المدرس موجود في ناشفيل، ناشفيل اللي هي تعتبر عاصمة هذه الولاية اللي هي تقريبا تبتعد عن مدينتي 3 ساعات بالسيارة، فيعني من غير المنطقي انه انا اسافر كل اسبوع 3 مرات لحضور الدرس وارجع، وبالتالي هذا يعني هذا الكلاس اللي مسجلين به ناس موجودين من نوكسفيل وناشفيل ويعني مارتن اللي هي موجودة بشاتانوغا و منفس، اربع كامبوسز تم بثه الكترونيا يعني اونلاين على شكل فيديو مباشر، وايضا تقدر تسال تقدم السؤال الخاص بك يعني الموجود في نفس الموقع الالكتروني، ترسل السؤال الى التدريسيين ويجيك الجواب بعد ذلك يعني بعد انتهاء المحاضره. المحاضره ايضا راح تكون هي مسجله يعني اونلاين موجوده، يعني هي مثل تماما مثل الكورسات الاونلاين المتوفره، ولكنه ايضا هذه فقط متوفره من خلال الجامعه ومن خلال يعني الاجور الدراسيه اللي انت دافعها اونلاين للجامعه. يعني بقيه الامور اللي متوفره مثل ما ذكرنا يعني كطلبه موجودين احنا في قسم EECS اللي هو Electrical Engineering and Computer Science، مجرد انه اعطونا يعني يوزر نيم وباسورد في بدايه التسجيل الدراسي، مجرد انه قاموا باصدار هويه خاصه بنا، هذه الهويه انت ممكن انه تحصل فد ابروفال او يعني فد موافقه معينه من القسم على الدخول الى فد مختبرات معينه اعتمادا على حاجتك الى هذه المختبرات، لانه بعض المختبرات تكون هي خاصه لاغراض معينه فقط لها علاقه بشغلك انت كطالب في هذه الجامعه او في هذا القسم او في هذا الاختصاص المعين. بعض الاماكن اللي هي مثلا موجود فيها بالاي سي فابريكيشن يعني في يعني في تصنيع الاي سيات، او مثلا بالهاي بيرفورمانس كومبيوتنج الاماكن اللي فيها اكسس الى يعني السوبر كمبيوترز وغيرها، هذه مو اي شخص يدخل لها وانما لازم فد ابروفل معين، هذا الابروفل مجرد انه تحصل على فد توثيق يعني توقيع من المشرف تاخذه للسكرتير في القسم
مجرد انه ياخذ الكارت الخاص بك نفسه، هو الاي دي الخاص بك يعني كطالب، يخليه في حاسبه معينه، وبعد ذلك يعطيك اياه، يقول لك اوكي الان حاليا انت عندك اكسس الى الغرفه الفلانيه او اللاب الفلاني او الفاسيلتيز اللي انت تحتاجها. طبعا ايضا يعني باب الجامعه او باب القسم يكون بعض الاحيان مغلق في ايام السبت والاحد، يعني غير مسموح لاي شخص الدخول اليه. ايضا انت تقدر تحصل على فت اكسس يعني بيرميشن من خلال الكارت الخاص بك، ايضا اذا حصلت فت موافقه على ذلك من قبل المشرف او من قبل الكوادر الاخرى. كل هذه الامور تحصل الكترونيا، يعني انت ما تحتاج انه تذهب بنفسك وتقدم طلب ورقي وتحصل على كل هذه الامور، كلها تحصل الكترونيا وتاتيك النتيجه مباشره، انه تم اضافه الكارت الخاص بك او الاكسس كود الخاص بك مباشره الى النظام، والان انت مخول انه تقوم بالدخول الى البنايه في ايام العطل او الدخول الى فت اماكن معينه. ايضا يعني كطلبه مثل ما هو واضح، يعني كطلبه في قسم الحاسبات او الكهرباء يحتاجون انه يقومون بالكثير من المشاريع في يعني بعض الاحيان في حواسيب او في لابات سبيشال خاصه، فبدل انه تقوم بالذهاب الى هذا اللاب بنفسك، انت تقدر توصل يعني ريموتلي، يعني عندك ريموت اكسس عن طريق التيلنت او الاس اس اتش او غيرها من البروتوكولات الاخرى، مجرد انه تدخل يوزر نيم والباسورد مالتك راح تدخل الى المساحه الخاصه بك الموجوده في السيرفرات الخاصه بهذه الجامعه او هذا القسم. طبعا تستطيع حفظ ملفاتك في هذه الاماكن، تستطيع يعني وضع بروجكتات الخاصه بك، تستطيع انشاء في مواقع الكترونيه او خدمات توفرها على الكلاود، قد تكون هي جزء من بروجكت خاص بك يعني موجود في كورس من الكورسات، قد تكون هي جزء من البحث الخاص بك. كل هذه الامور هي متوفره لك، يعني مجرد انه انت طالب في هذه الجامعه وقد قاعد تدفع الفيز او الاجور الدراسيه او اجور استخدام المنشات الالكترونيه وغيرها. هذه تقريبا يعني هاي مجرد نبذه مختصره عن الخدمات الالكترونيه اللي يعني حاليا اتذكر انه انا يعني شفتها او استخدمتها في السنوات السابقه. طبعا هناك الكثير يعني مثل ما ذكرت اكثر بكثير من هذه الامور متوفره ومتاحه للطلبه يعني في الجامعه او المواطنين في هذه المدينه. يعني خدمات النقل، انه تقدر تحجز اوبر اونلاين مجرد انه تربطها مع حسابك الالكتروني، يتم الدفع مباشره، يعني مجرد انه ترسل العنوان اللي انت موجود به والعنوان اللي تريد تذهب له، بعد ذلك مباشره تجيك مواصفات السائق ومواصفات السياره اللي راح تجي، ويرويك يعني حتى على الخريطه انه وين وصلت السياره اللي راح تجيك، ويعني تقوم بنقلك من مكان الى مكان اخر. هذه ايضا يعني كلها خدمات الكترونيه مجرد انه تعتمد على الدفع الالكتروني يعني من خلال حسابك المصرفي والامور الاخرى. يعني طبعا هي قائمه طويله انا سويتها، بس ما اقدر يعني ما اعتقد انه نقدر نسولف على كل هذه الامور، لانه مثل ما ذكرت يعني هي كلها تعتمد على الانفراستراكشر، يعني بدايه اكو عندك كهرباء مستمره، بعد ذلك اكو عندك انترنت مستمر، بعد ذلك اكو عندك اكسس لل يعني الواي فاي او الوايرلس سيرفيسز يعني في اي مكان، بعد ذلك تستطيع ان تقوم بكل الامور يعني بشكل تلقائي او بديهي. يعني الخدمات اللي متوفره من قبل الدوله كمؤسسات حكوميه او من يعني من خلال المؤسسات الخاصه او من خلال الجامعه، هذه تعتمد طبعا على من مدينه الى اخرى تختلف، وتعتمد على نوعيه المستخدمين. يعني بعض المستخدمين اذا كان عندهم اميه حاسوبيه، وان كان انا اشك انه هناك يعني اميه حاسوبيه موجوده في امريكا مثلا او في هذه المدن، فبالتالي هم يعتمدون على نسبه وعي الناس لهذه الخدمات. يعني اذا كان المستخدم يفضل هذه الامور فشيء طبيعي راح يوفروا هي. بعض المستخدمين يكون عندهم تخوف من الانتقال يعني من الامور الطبيعيه الى الامور الالكترونيه، ولكن هذا يعني لم يكن ولن يكون يعني حاجز او مانع انه يعني يصير عند انتقال الى الامور الالكترونيه. حاليا يعني مثل ما هو واضح يعني مساله انه الانترنت اوف ثينجز او السمارت هومز السمارت سيرفيسز كلها موجوده ويعني مطبقه، وايضا يعني تجد ان هناك تسارع في الاتجاه الى هذا الموضوع. يعني كانه الناس هم يعني احنا عندنا في بلداننا مثلا اكو عندنا فد شيء يسمى مقاومه التغيير، دائما كل شيء جديد احنا نقاومه ونقول انه هذا غلط، هذا مو صحيح، هذا بمشاكل، هذا بسلبيات، الا انه هنا تلاحظ انه مباشره ما يدور على السلبيات، مباشره يقول لك اعطيني هذا الشيء الجديد وخليني انا اخوض السلبيات به وانا اشوف نفسي. يعني ورا 5 سنين ورا 10 سنين من الاستخدام انا راح اقرر انه هذا الشيء هو مفيد لو مو مفيد، واذا كانت به سلبيات هذا لا يعني انه احنا نتخلى عن كل التطورات الجديده. اذا اكو سلبيات احنا راح نتجاوزها بالمستقبل، واحنا راح نجد لها حلول، لانه يعني البروبلمز اللي موجوده اليوم هي راح تكون يعني معناتها يعني مكتشفات او اختراعات موجوده في المستقبل. المهندسين او الناس العمليين التكنيكال يقول لك انه المشكله اللي موجوده اليوم او السلبيه اللي موجوده اليوم
هي تشالنج انه نتقبل هذا التحدي، نتقبله وراح نحله في المستقبل، راح نحله في الوقت المقبل ان شاء الله يعني. فماكو هنا ما تلقى مقاومه التغيير اللي موجوده عندنا. طبعا هي موجوده بعض الناس يعني، هم اوريدي يعني هو تركيبتهم العقليه ما تسمح لهم انه يتقبلون كل الامور الجديده، ولكنه هذول قليلين يعني. كلما زادت ثقافه المجتمع، كلما زاد وعي المجتمع، كلما قلت الناس اللي هي تقاوم التغيير. هذا هو شيء جيد في المدن الغربيه او المدن المتطوره بصوره عامه. هذه هي الامور اللي تشجع الناس انه يعني تبتكر او تخترع او تبدع، لانه هنا اغلب الامور الجديده اللي هي من السهل جدا انه تفشل في مجتمعاتنا، هنا نجحت بسرعه كبيره واستقبلوها الناس يعني برحاب صدر، لانه هم يحبون شيء جديد يعني. عندهم اصلا البقاء على الشيء الروتيني التقليدي القديم هو موت سريري او موت في الحياه. هم دائما يحبون الاشياء الجديده، دائما يفضلون انه اكو عندك شيء جديد انت تطرحه لهم ويعني يرحبون به بسرعه. واعتقد هذا هو يعني سر نجاح الكثير من هذه المشاريع، على الرغم من انه بعضها في البدايه كانت افكار يعني تافهه جدا، ولكنه ثبتت مع الوقت انه اكو لها جمهور، اكو لها مستخدمين، اكو لها كوستمرز، ونجحت وصارت ما شاء الله يعني بزنس كبير ونجحت يعني. ونشوف اليوم يعني بدات تنتشر عالميا يعني، مو يعني ظهرت في مدينه صغيره في موقع صغير، ولكنه بدات تنتشر في اماكن اخرى. يعني ما اعرف اذا اقدر نسولف بعد اكثر او لا، بس اليوم عندكم هسه حاليا صارت 11 ونص، فما اعرف اذا كان اكو عندنا مجموعه من الناس انه يحبون نسولف اكثر او لا. انا راح ارجع بشكل سريع على كل يعني الاسئله او الامور اللي تم طرحها في التعليقات، واذا كان هناك اي شيء ثاني تحبون انه نسولف عنه فتقدرون تتركوني انا هسه حاليا في التعليقات ونسولف عنه ان شاء الله. نبدأ من البداية. ما أعتقد أقدر أشوف التعليقات كلها. قوانين، هذا أستاذ أستاذ علي أنور، أهلا وسهلا حياك الله. يا ريت تحكي لنا عن دور القوانين والدعم المؤسساتي تكنولوجيا المعلومات وكذلك تعاطي المجتمع معها كذا. أستاذ علي طبعا حياك الله بالبداية، أهلا وسهلا بك، وشيء طبيعي طبعا يعني سؤالك ممتاز جدا وفي محله. هنا القانون اللي طبعا اذا ظهر شخص معين وقام بتقديم فد خدمه الكترونيه محدده من خلال يعني موقع الكتروني او من خلال تطبيق اب او من خلال فد مكان معين يقدم به خدمات الكترونيه، طبعا هو مستحيل انه يقوم ب يعني البدء بهذا البزنس او بهذا الستارت اب اذا ما هو محصل موافقات من الدوله. الدوله هنا ما تعارض اي شيء الا يعني الا اذا كان يعني يتعارض مع حريات الناس، الا اذا كان يتعارض مع يعني صحتهم العامه او يعرضهم الى المخاطر. بديهيا يعني انا شفت هواي ناس انه طلعوا من قسمنا او طلعوا من جامعتنا وبداوا بالستارت اب الخاص بهم مباشره، يعني ما شفت اكو فد معوقات معينه. الدوله موفرت لك كهرباء، موفرت لك الانترنت، موفرت لك الحريه للابتكار، وتاخذ عندك تاكسس يعني ما عندهم مشكله ما دام انت تنتج فد امور معينه تخدم بها الناس، تسهل حياتهم، تسرع وتيره العمل في هذه الدوله، وتدفع التاكسز اللي عليك للدوله، ما اعتقد انه احد راح يعني يمانع عندك هذه الامور. فانا اللي شفته انه الدوله مجرد انه يعني هو هنا نظام راسمالي، تفتح لك المجال، تعطيك الانفراستراكشر، توفر لك اياها، تشجعك على انه تنجح، ونجاحك هو نجاح للدوله، لانه انت اوريدي راح تدفع تاكسز، راح تدفع ضرائب كنسبه مئويه على كل الارباح اللي تحققها. فكل ما حققت يعني ارباح اكثر، نجاح اكبر، كل ما الدوله راح تستفاد اكثر. فهنا انا شفت كل البزنسز اللي شفتها يعني واللي بدات يعني كسمول بزنس او ستارت اب اغلبها نجحت لانه يعني هم حاسبيها بالورقه والقلم، يعني اكو قبل لا يبدي هو اكو عنده فاينانشال بلان او عنده فد يعني دراسه جدوى، حاسب على اساسها انه شنو المستخدمين عنده، شنو الكوستمرز. وانا حتى فد مره يعني نشرت فد مقال على المدونه مالتي انه هكذا يحفزون الابداع. انا حضرت فد مره فد يعني عباره عن مسابقه في نهايه كل سنه دراسيه يقومون بتجميع يعني مشاريع التخرج الطلبه اللي يعني يتمنون او يتاملون بها انه هي تكون فد ستارت اب قوي، ويجمعون الناس المستثمرين يعني البزنس مان يجون يقعدون كلجنه تحكيميه، وتجي انت يعني صاحب مشروع تخرج تطرح مشروع التخرج الخاص بك بعد ما تكون انت سويت له فد دراسه جدوى يعني فيزيبيليتي ستدي فيزيبيليتي ريبورت، وتطرحها لهم تقول لهم بانه انا الموضوع اللي انا راح اسويه او الشركه اللي انا انوي انه اسويها راح توفر لك الخدمات الفلانيه 1 2 3 4،
بعد ما تحكي له هذا الشيء طبعا راح يقول لك انه من هم الزبائن المتوقعين، ايش قد نسبه الارباح اللي عندك سنويا، تشرح له هذه الامور كلها. واكو عندنا 4 أو 5 مشاريع سنويا قاعد تحصل على فد فند، يعني فد تمويل مالي من هؤلاء المستثمرين، طبعا في مقابل الحصول على نسبه من الارباح، يعني تصل الى 5000 10000 20000 وربما حتى 100000 دولار على مود هاي الطلبه اللي هم مستهم طالعين من الانتر، يعني طالعين من الجامعه يقدرون يبدون المشاريع الخاصه بهم، طبعا بمساهمه ناس اخرين يعني اصحاب رؤوس اموال. ولكن الفكره هي يعني اولا واخيرا تجي من الطلبه الموجودين في الجامعات. فهذا هو الدعم اللي انا اشوفه دعم، يعني الدعم موجود من الشركات الحكوميه، من الشركات الاهليه، من رجال الاعمال، من يعني كل القطاعات، وما اعتقد انه اكو اي عائق امام يعني الستارت ابس او المشاريع الرياديه. اتمنى انه يكون هذا الجواب على سؤالك استاذ علي. استاذ علي الزبيدي، مناهج الدراسات مقاربه للدراسات العليا بالعراق. ها استاذ علي الزبيدي، طبعا السؤال هذا له اشجان. اول ما بدينا هنا يعني راح اذكر لكم فد مثال بسيط على الفارق الكبير بين الدراسات العليا في العراق والدراسات العليا في الخارج، وانتم من خلالها تحكمون. يعني اول كورس انا سجلت به كان اسمه الاي سي اس 555، يعني الكتريكال اند كمبيوتر انجينيرنج 555، اللي هو كان امبيدد سيستمز. فالمدرس في يوم من الايام كان يسولف، يعني طبعا المدرس كان في وقته هو نفسه المشرف مالتي يعني، فسال فد سؤال قال تعرفون شنو الاي اكس البي اكس السي اكس الدي اكس؟ ف وقتها طبعا كانت هاي اول محاضره او ثاني محاضره، فتفاجات انه ما حد رفع ايده، يعني ما حد يعني تطوع انه يجاوب على السؤال. فكنت فرحان انا لانه الوحيد اللي يعرف شنو السالفه، فرفعت ايدي فقال لي اوكي يعني سولف. فقلت له بانه الاي اكس بي اكس سي اكس دي اكس هذه ريجسترات موجوده في الاي تي 8086 والاي تي 88. فقال لي يا ذاتس رايت، يعني انت كلامك صحيح بس يعني ات ميك سنس، يعني منطقيا ما حد يعرفها لانه احنا توقفنا عن دراستها منذ 20 سنه. فالاي تي 86 والاي تي 88 اللي احنا يعني لحد ما انا كملت يعني بال 2000 كملت الماجستير 2010 هي كانت تدرس، واعتقد يمكن لحد الان بالجامعات العراقيه تدرس يعني في البكالوريوس وحتى يمكن بالماجستير. هذه الناس توقفت عن دراستها منذ 20 سنه واحنا لحد الان فرحانين انه ندرس الاي تي 88 والاي تي 86. فهذا هو الفرق ما بين المناهج الاكاديميه الموجوده فيها، يعني هذا كمثال طبعا ما اقدر اعمم على كل المواد لانه مثل ما شفتوا يعني شرحت انا منهج الشبكات اللي درسناه يعني بالماجستير او بالدكتوراه هو تقريبا مقارب الى منهج الشبكات، يعني هو نفس الكتاب المصدري نتورك كمبيوتر نتوركينج توب داون ابروتش، هو نفس الكتاب المنهجي اللي احنا درسناه في هنا في جامعه في امريكا. اغلب الجامعات العربيه والعراقيه هي قاعده تدرس نفس الكتاب. فطبعا يعني اكو بعض المناهج هي نفس الكتاب المصدري اللي احنا قاعدين ندرسهم ويدرسونه، يعني كتاب الديناصورات مال الاو اس اوبريتنج سيستم كونسبتس، كتاب التوب داون ابروتش مال الشبكات هو نفسه في اغلب الجامعات. ولكن اكو امور اخرى يعني مع الاسف اكو فرق كبير، يعني ما تقدر تقول نفس الامور اللي احنا ندرسهم ويدرسوهم، لانه يعني تلاحظ ان هنا اغلب الجامعات هم نفسهم الاساتذه اللي بيها هم مؤلفين للكتب. فتلاحظ انه الكتاب تاليف 2018 من قبل الاستاذ الفلاني والدكتور الفلاني مباشره، يعني بال 2018 نفس السنه هو يدخل كمان يعني كتاب منهجي في هذه الجامعه وبقيه الجامعات، يتم يعني تصديره الى بقيه الجامعات وكلها تعتمد هذا الكتاب، لانه هم دائما يبحثون عن اخر الموجود. يعني من الصعب انه تجد كتاب منهجي مثلا قبل 2010 وهكذا. ف يعني بعض المواد قريبه للدراسات العليا، بعض المواد الاخرى لا تختلف. يعني اتمنى انه يكون هذا جواب على سؤالك استاذ علي. استاذ علي القصير يقول احنا الكاك انترنت كل يوم مطفي، منين اكو اونلاين؟ طبعا هذه مشكله كبيره، يعني مستحيل انه توفر اي خدمه الكترونيه او اي يعني اي عمل الكتروني ناجح اذا كان الكاك مال الانترنت يوميا مشتغل وطافي، يعني حسب اهواء سين وصاد. هنا يعني الكهرباء وتوفرها والماء صالح الشرب والانترنت وهذه الامور هذه حق من حقوق الانسان، يعني من ربما يعني تعتبر جريمه انه تسلب الشخص هذه الامور يعني من حياته، انه تمنع عن الانترنت او الكهرباء او الماء صالح الشرب او كل انواع الاتصالات، هذه مستحيل تكون موجوده يعني في الدول اللي تحترم نفسها. مع الاسف بالعراق ماكو لحد هذه اللحظه ورقيه. حياك الله اهلا وسهلا. استاذ علي انور حياك الله، طبعا ايضا سؤال ممتاز. دكتور، ما هي الجهات التي تقرر الاستاندارات للقطاعات الصحيه والتعليميه والخدمات بصوره عامه؟ استاذ علي، طبعا بالنسبه للقطاعات الصحيه انا ما عندي معلومات عنها، بس بالنسبه للقطاع التعليمي يعني كجامعه اللي انا قاعد ادرس بها حاليا ومن خلال يعني اطلاعنا على بقيه الجامعات
يعني اللي عندنا اتصال ويا الباحثين اللي بيها اونلاين. اكو هنا فد شيء يسمونه فد البورد اوف تراستيز، اللي هو مجلس الامناء او مجلس يعني الخبراء الخاص بكل جامعه. هذول هم يعني اللي يعني هم لهم سلطه اعلى من سلطه رئيس الجامعه، هذول هم اللي يحددون قرارات معينه. طبعا ترفع لهم فد مقترحات معينه من قبل عمداء الكليات او من يعني من قبل رئيس الجامعه او من قبل يعني الكوادر التدريسيه. كل المقترحات اللي يتم رفعها لهم يدرسوها ويصوتون عليها. عاده يكون عددهم هم عدد فردي، يعني اما يكونوا 7 أو 9، يعني على مود يكون دائما القرارات بها اجماع، يعني 4 مقابل 3 او 5 مقابل 4. فكل قرار يتم الموافقه عليه بالاجماع يتم مباشره يعني امراره الى بقيه يعني رئيس الجامعه وبقيه الكليات، ويتم العمل به مباشره. ما اعتقد انه الستاندرات هنا. هذه طبعا كتعليمات خاصه بالجامعه الوحده، اما كامور تعمم على كل الجامعات فهذه طبعا اكو هنا عندهم يعني سكرتري اوف اديوكيشن، اعتقد هم ما عندهم منستر، ما عندهم منصب وزير، اكو عندهم منصب سكرتري. يعني مثلا سكرتري اوف ستيت هو وزير الخارجيه، سكرتري اوف ديفنس اعتقد هو يعتبر يعني كوزير الدفاع وهكذا. فايضا اعتقد اكو عندهم فد يعني سكرتري اوف اديوكيشن هو اللي مسؤول عن يعني القيام بهذه الامور. وطبعا الستاندر يعني يخضع الى دراسات طويله جدا، يعني اما بحوث او عباره عن مجموعه جامعات تتعاون على مود انه تسوي فد ستاندر خاص بمساله معينه. هذا بالجانب العلمي. اما بالجانب الصحي فما اعرف صراحه. ايضا يفترض انه يعني اكو فد سكرتري اوف هيلث، ما اعرف يعني ما اقدر اجاوب على هذا السؤال. شلون واحد يقدم دكتوراه واكو من الاستاذ علي القصير؟ طبعا ايضا هذا الموضوع حكينا عنه في لايف قبل اسبوعين تقريبا، ايضا موجود يعني منشور على صفحتي تقدر تشوفه، وايضا يعني موجوده به فرصه اعلنا عنها للناس المهتمين بهذا الموضوع. كان اكو دكتور من تركيا وهو حاليا موجود في ميسيسيبي ستيت يونيفرسيتي، ايضا التقيت به وابدا استعداده انه يرحب بالطلبه من العراق، وتحدث عن هذا الموضوع يعني في اللايف. اخر لايف نشرته في صفحتي الشخصيه، حاليا موجود يعني. وايضا بعد ذلك نشرت الايميل الخاص بهذا الدكتور وصفحه الانترنت الموجوده فيها المتطلبات لتقديم الدكتوراه والماجستير يعني بهذا الاختصاص يعني. وطبعا يعني كل يعني طريقه التقديم ايضا شرحناها سابقا، وهناك دائما فرص للتقديم للخارج لدراسه مدعومه وعلى حساب الجامعات، موجوده يعني تفاصيلها في صفحتي على الفيسبوك، في قناتي على اليوتيوب، كل هذه الامور احنا شرحناها سابقا. مشكلة أنه ما قاعد أشوف كل التعليقات، أعتقد أنه يعني بعض التعليقات قاعدة تروح وبعد ما أقدر أشوفها. هل يوجد هناك قوانين أو تسهيلات لأي شركة أو شخص بطرح خدمة جديدة؟ أستاذ محمد قاسم، أهلا وسهلا حياك الله. مثل ما ذكرت قبل قليل، يعني كطلبة جامعات عندما يتخرج يستطيع أنه يقدم على مسابقات للحصول على فد فند أو جرانت أو يعني دعم مالي للمشاريع الخاصة بهم. وطبعا يعني يقدر يتنافس على هذا الموضوع، يقدر دائما انه ياخذ قرض من البنك مضمون بالكريدت كارد الخاص به او مضمون بضمانات معينة للبدء بالمشروع الخاص به. الشركات طبعا هنا الشركات الكبرى هي يعني يفرحون على هذا الموضوع. يعني مثل ما ذكرت انا قبل اسبوعين حضرت فد ورشة عمل في نيويورك، وكان حاضر بها دكتور تيودور رابابورت، هو يعتبر هذا الاب المؤسس للمليمتر ويفز في عالم الاتصالات. فهذا ايضا سالوه، قالوا له بانه هل تعتقد ان هناك فرص للستارت اب، هل تعتقد ان هناك فرص يعني رياده الاعمال او البدء بمشاريع جديده؟ فضحك وقال there is always a chance for startup، يعني it is always good to build your startup، يعني دائما من الجيد انه تبدا بالستارت اب الخاص بك. هو نفسه هذا الدكتور يعني هو كاستاذ جامعي ويعني يشتغل بحوث علميه صار له سنين، بدا هو يقول انا سويت 3 ستارت اب، يعني بديت بهن ومجموعه من طلابي، طلاب الماجستير والدكتوراه، فأسس 3 شركات. الشركة الأولى باعها، يعني طبعا باعها 3 إلى الشركات الكبرى. الشركة الأولى باعها بمبلغ 5 مليون دولار، الشركة الثانية باعها بمبلغ 40 مليون دولار، والشركة الثالثة باعها إلى شركة كبرى أيضا بمبلغ 3 مليار دولار. يعني لك تتصور يعني مقدار هذه يعني النجاح لهذه الشركات. وهو يعني ما زال لحد الآن هو تدريسي يعني في الجامعة، وأيضا هو يطمح أنه في المستقبل أنه يكمل يعني أيضا يبدأ بفد يعني شركات جديدة أو يعني ستارت اب جديد. فدائما يعني هنا عندهم ما دام القطاع الناصر فيه نشاط، ما دام اكو عندك دراسه جدوى حقيقيه ومضبوطه، انه يعني تعرف الجمهور، تعرف الخدمات اللي راح تقدمها، وتعرف او على الاقل تخمن نوعيه الناتج اللي راح تطلعه، فدائما اكو عندك يعني ناس يدعمون هذه الامور.
يعني دعم رؤوس الأموال هي في خدمة الأفكار الجديدة. أستاذ طارق زياد، أهلا وسهلا. في بلداننا ما نحب التطور لأنه يقلل من الفساد، وهذا ما يصرفنا. طبعا هاي مثل ما ذكرت قبل قليل، يعني هي مشكلة، يعني العداء لكل التطورات أو مقاومة التغيير، هي سببها مو فقط الأمور الاجتماعية، وإنما أيضا سببها أنه هي تقلل من الفساد وتقلل من المحسوبية، تقلل من هذه الأمور، واللي إحنا الكثير من عندنا مع الأسف ما يقدرون يعيشون بدون هذه الأمور. هذه هي الأمور، يعني هذه هي الشغلات اللي قاعدة تأخر كل المشاريع اللي يعني تظهر وتفشل بسرعة، لأنه المجتمع ما يتقبلها. وهذه طبعا أيضا يعني في بلدان مثل بلداننا يفترض أنه أنت أي مشروع تبدأ به ما تأخذ فقط الأمور المادية بعين الاعتبار، وإنما تأخذ الأمور المجتمعية والثقافية والمعنوية أيضا بعين الاعتبار لكي تضمن نجاح هذا المشروع في المستقبل. بالفعل هو أشخاص أعرفهم ما يحب يتطور، قافلين على الويندوز بيستا لحد الآن. هل الاعتماد على المصادر المفتوحة أو المغلقة في تطبيق الأنظمة؟ أستاذ علي حياك الله. طبعا أيضا أسئلة كلها ممتازة، وأنا سعيد أنه طرحت هذه الأسئلة. بالنسبة للجامعات، لحد الآن كل اللي شفته أنا، يعني الجامعة تنصب لك ويندوز، تنصب لك ماك أو أبل، بس مستحيل أنه تنصب لك لينكس. الجامعة حاليا يعني جامعتنا، أنت كطالب تقدر تنصب حاسبتك لينكس وتشتغل أوبن سورس لمشاريعك، يعني في الكورسات أو مشاريعك للماجستير أو الدكتوراه، ولكن أنت مسؤول عنها مباشرة. أما كجامعة فمستحيل أنه تعتمد على الأوبن سورس. هذا اللي شفته أنا لحد الآن. كذلك أيضا بقية الـ يعني المؤسسات اللي زرناها، يعني المؤسسات الصحية، المؤسسات الإدارية مثلا، يعني دائرة المرور، الجوازات، أو يعني كل الأنظمة اللي أنا شفتها لحد الآن هي تعتمد على يعني أما أبل أو ويندوز. ما شفت لينكس يستخدم في مؤسسة عامة أو خاصة، يعني على المستوى التجاري يعني. فأعتقد يعني أغلبها هي مصادر مغلقة، يعني أما ويندوز أو أبل، لأنه يعني منتجات أبل مثل ما تعرفي أبل شركة أمريكية، فهنا يعتبرونها يعني استخدام منتجات أبل هو دعم للصناعة الوطنية، وبعضهم أيضا هم يعني أيضا متعصبين لأبل وكل منتجاتها. سؤال دكتور، سؤال في حلوة حبيبي أستاذ محمد، شكرا جزيلا. تكمل سايبر سيكيورتي أبديتس. طبعا مثل ما ذكرنا، يعني لأنه مصادر مغلقة، يعني فهي كل هذه الشركات هي المسؤولة عن هذه التحديثات. سياسة الحكومة، هم من يشجعون الشركات على التنافس والتهيئة الأرضية. طبعا مثل ما ذكرت أستاذ أركان حياك الله، مثل ما ذكرت قبل قليل، يعني اعتماد الدولة بشكل رئيسي على التاكسز، اللي يعني أنت هنا من تروح إلى أي محافظة أو أي ولاية أو أي مدينة. قبل مدة مثلا أكو ناس كانوا موجودين في ولاية ميشيغان، فذكروا أنه الشوارع في ولاية ميشيغان يعني تبليطها قديم ومحفرة وفيها طسات وفيها الكثير من المشاكل. وصار في نقاش عن ما هي الأسئلة اللي تخلي مثلا ولاية معينة تكون شوارعها نظيفة، خدماتها ممتازة، المساحات الخضراء مالتها دائما نظيفة ومرتبة، وفي حين أكو ولاية ثانية مثلا قريبة منها تماما وربما عدد سكانها أكثر ويفترض أنه تكون مدنها أكبر، شنو اللي يخلي هذه الولاية نظيفة وهذه الولاية وسخة مثلا، أو هذه الولاية خدماتها قليلة؟ فكان الجواب أنه مثلا في ولاية ميشيغان، لأنه هناك الكثير من العرب والمسلمين هناك عايشين، واللي يتعاملون في اغلب تعاملاتهم هي يعني دفع كاش، وبالتالي يعني يدفعون كاش للمحلات او المطاعم او السوبر ماركتس، واللي هي ايضا يعني اصحابها مسلمين او عرب، على مود يتهربون من الدفع الضريبي، لانه الضرائب في اغلب الاحيان هي تحاسبك فقط على اللي المدخولات الالكترونيه، فيتهربون من دفع الضرائب، وبالتالي عندما تقل الضرائب اللي تدفعها للدوله راح تقل الخدمات اللي تقدم لك اياها الدوله. فتلاحظ انه يعني كدوره متكامله، انه انت كمواطن عندما تقوم بدورك بشكل ممتاز راح الدوله ايضا تستلم عندك ضرائب، على قد الضرائب اللي انت تستلمها من عندك راح تعطيك خدمات. فهنا ايضا يعني سياسه الدوله انه تشجع الشركات، تشجع الستارت اب، تشجع الابداع، تشجع الافكار الجديده، على مود تحصل تاكسز اكثر، تحصل ضرائب اكثر، على مود تقدر تطور البلد او تطور المدينه بشكل اكبر. فهي يعني حلقة مستمرة، يعني ما هو مو دور المواطن وحده ولا دور الحكومة وحده، هو شيء يكمل شيء. وطبعا يعني هنا الساسة هنا هم بزنس مان، يعني هو رجل أعمال يحسبها صح، لأنه أنا إذا قدمت خدمات أفضل للناس وشجعتهم على أنه يعلمون أبنائهم أحسن في مدارسي ويعالجون نفسهم في مستشفياتي بدل ما أنه يطلع للخارج، فبالتالي كل هذه العائدات راح تكون لي.
فهو بالنتيجة النهائية هي وين وين ديل، يعني كلا الطرفين هو رابحين إذا كان الاقتصادي أو السياسي يقدم خدمات أفضل للناس ويعني يمتنع عن الفساد والسرقة. أستاذ علي القصير، شكرا جزيلا على الأسئلة. طبعا هل الاي او تي بدأت الشركات تستخدمه بصورة حقيقية؟ لو بعد اللي حد الآن فقد دراسات. اذا تلاحظ يعني اذا تشوف اخر اثنين لايفز على الاي او تي اللي نشرتهم يعني على اليوتيوب وعلى هنا على الفيسبوك، مثل ما ذكرت الاي او تي موجود حاليا يعني مطبق، يعني هناك مليارات الدولارات تصرف سنويا على السمارت هومز، سمارت بيلدينجز، سمارت اندستري، كل انواع السمارت ثينجز الموجوده دائما مودرن. فالاي او تي هو كدراسات بعدها مستمره لتطوير السكيورتي، لتطوير الانتجريشن، لعمل ستاندرد، نعم. ولكنه في نفس الوقت اكو هواي شركات، يعني هناك الاف الشركات، بس ما اقدر اقول الاف، ربما مئات الشركات حول العالم هي بدات تشتغل وظيفتها انه تقدم لك اي او تي سيرفيسز او اي او تي سولوشنز للمواطنين العاديين وللشركات ولمؤسسات الدوله، فهي موجوده يعني نعم موجوده، الاي او تي موجوده وراح تبقى موجوده ان شاء الله للمستقبل. وحاليا يعني كل البحوث اللي موجوده هي لتطوير ادائها، مو للاحلال، هي موجوده اوريدي وكل اللي راح يجي ان شاء الله هو لتطويرها فقط. استاذ اركان شكرا جزيلا، مشاركه طيبه. شمال الدكاترة الجامعيين ينتقدوني من أحكي على المناهج. أستاذ محمد لا انتقد براحتك، يعني أنا واحد من الناس طبعا ما أقدر أعتبر نفسي يعني دكتور ولا أقدر أعتبر نفسي جامعي، ولكن أنا في فترة من الفترات كنت أدرس يعني في جامعة أهلية وجامعة حكومية في مدينة ميسان، فكنت في مرحلة من المراحل طبعا يعني أضوج أنه من ينتقدون الجانب الأكاديمي، لأنه إحنا الأصل وإحنا يعني معلمي الأجيال وغيرها. ولكن طبعا يعني بعد ما طلعت الخارج وشفت الفرق الهائل ما بين اللي موجود هنا واللي كان موجود عندنا، فانا اعطي العذر لاغلب الناس اللي ينتقدون الاساتذه الجامعيين او الجانب الاكاديمي، بس اغلب مو الكل، لانه البعض يعني انتقاداتهم مو صحيحه. طبعا مو حضرتك انت رجال يعني تكنيكال واكاديمي يعني علمي تعرف شنو اللي تنتقده، بس اكو انتقادات يعني مو في محلها، يعني مع احتراماتنا للكل. طبعا يعني ننتقدهم حبا بهم، يعني مو ننتقدهم انتقاص من عندهم، هم كلهم اساتذتنا وعلى العين وعلى الراس، وهم لو ما هم يعني احنا ما وصلنا للي وصلنا له. ولكنه يعني في عالم اليوم، في عالم الانترنت، في عالم الماسيف اوبن اونلاين كورسز، الجامعه لازم تقدم اكثر، لازم مو فقط تملأ تحشو دماغ الطالب بمجموعه معلومات. يمكن اول ما يطلع راس الجامعه او راس الشارع بمجرد انه يطلع من باب الجامعه ينساهن كلهن، او ينصدم انه ربما ناس ما داخلين الجامعه يعرفون اكثر من عنده. فالجامعه اليوم يعني وظيفتها مو فقط انه تحفظ الناس مصطلحات، الجامعه وظيفتها انه تهيئه تفتح له الباب انه شلون يقدر يبدا البزنس الخاص به، او شلون يقدر يعيش في سوق العمل اللي هو سوق عمل يعني معقد جدا، متقلب، متغير، متطور بشكل مستمر. فبالتالي نعم يعني مناهجنا قديمه يحتاج لها تحديث، اساتذتنا الاجلاء كل احترامنا لهم، بس يحتاجون انه يبذلون جهود اكبر يعني في على الاقل مع الطلبه. استاذ قاسم مناهجنا قديمه جدا وما يحدثون كل سنه، ولذلك يوجد فجوه بيناتنا. تحياتي لكم، شكرا جزيلا جميعا. ان شاء الله كنت استاذ جامعه عراقيه، كنت مجبور ادرس المنهج المقرر 8088 8086 8085. نعم 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 استاذ مصطفى، يعني انا ايضا كنت ادرس في جامعه الامام صادق في ميسان، جامعه ميسان كليه الهندسه قسم الكهرباء. ايضا يعني في جامعه الامام صادق يمكن حد 2013 او 2014 اللي كنت ادرس بها كانت هي 8086 8085 8088، يعني ماكو غيرهم، كانوا هن يعني بعد ما وقفت عندهم التطور. جريمه هذه وضعيه بالعراق، مناهج التربيه شلونها؟ ها استاذ سجاد، مناهج التربيه تقصد يعني يعني الابتدائيه ومتوسطه واعداديه؟ بالابتدائيه طبعا هم ما عندهم فشي اسمه رسوب، يعني كل الطلاب تنجح، يعني لانه الهدف من عندها هو انه شلون تمرن عقله على انه يحب العلوم، انه شلون يتعلم، شلون يتثقف، شلون يحب المدرسه. وهنا أنا يعني من خلال انا حاليا ما عندي اطفال موجودين في المدارس، بس اصدقائنا او يعني اقاربنا اللي هم عندهم اطفال موجودين في المدارس، هنا أنا يعني المعلمين هنا عباره عن ملائكه، صدق ملائكه، يعني يخلون الطالب يحب المدرسه بحيث انه يبكي من يوصل وقت الحله يريد يروح للدوام، يبكي من يقولوا له انه راح تنتقل من صف الى صف ثاني وتجيك معلمه ثانيه. يعني هنا المعلمات بالمدارس يعني بالروضات او ما قبل المدرسه بالمدارس البدائيه، يعني صدق يخلون الطالب يحب المدرسه،
اول خطوه انه الطالب اذا حب المدرسه بعد ذلك راح يبدي يتعلم الامور بشكل تلقائي بشكل طبيعي، راح يحب الامور العلميه. كل التجارب طبعا هنا يعني من اول ابتدائي او حتى بجوز بالروضه، انت اكو عندك فد مختبر تمارس فيه كل انواع التجارب الفيزيائيه والكيميائيه وكل هذه الامور، اللي هي طبعا راح تكون سيف يعني خاصه بعمر هؤلاء الاطفال على قدهم. بس هنا التربيه يعني فد شيء يعني مخيف، ومع الاسف يعني اغلب اصدقائنا اللي رجعوا للعراق وكان عندهم اطفالهم مثلا موجودين درسوا في امريكا ورجعوا درسوا في العراق واجهوا فد مشاكل، بحيث انه بعض اطفالهم تعقدوا ويعني ظلوا قاعدين بالبيت، رفضوا انهم يروحون للمدارس لانه ماكو مقارنه بين المدرسه اللي موجوده هنا في امريكا والمدرسه او المدارس الموجوده في بلداننا يعني في العراق على وجه التحديد. بعضهم يعني اضطروا انه يدفعون الاف الدولارات على مود يودون اطفالهم الى مدارس اهليه خاصه، عسى ولو على انه تكون ولو قريبه الى حد ما من مستوى التعامل مع يعني مستوى تعامل الاساتذه هناك مع والطلاب ومستوى تعاملهم يعني اللي موجود هنا في امريكا. فالتربيه يعني ايضا يعني ماكو مقارنه. بورد كوميتي، نعم استاذ علي، هو يسموهم البورد اوف البورد كوميتي او البورد اوف تراستيز هنا، يعني كانه مجلس الامناء خاص بالجامعه. الكودينج فور كيدز، ها استاذ علي طبعا انت بطل الكودينج فور كيدز في العراق، لا لا يعني لا خلاف على ذلك. هنا اللي عندنا موجود هنا اللي شفته انا يعني هنا طبعا الاطفال يبدون يعني من عمر السنه سنتين ثلاثه اربعه، من تروح الى اي سوبر ماركت تلقى اكو فد ليجو او اللي هي مكعبات تقدر تشتريها للاطفال على قد عمرهم. بعد ذلك من يصعد 5 6 7 8 تبدا تظهر عندهم هاي يعني انواع الروبوتات الصغار اللي شفت حضرتك انه تشتغل عليها او تبرمجهن. وهنا ايضا انا شفت اغلب الاهالي يعني يشجعون هذا الشيء، وهي متوفره يعني بالاسواق تقدر تشتري هذا الشيء وتعلم اطفالك على هذه الامور. ويعني هو طبعا يعني ستيف جوبز هو صاحب هذه المقوله انه everyone in this country should learn how to program because it teach you how to think، يعني كل واحد بهذا البلد يجب ان يتعلم شلون يبرمج لانه تعلمك شلون تفكر. هذه هم ماخذيها حرفيا يعني كل اطفالهم، ما نقول كل اطفالهم، 90% من اطفالهم هم يعني يدخل المدرسه اوريدي هو يعرف يقرا ويكتب ويعرف يستخدم يعني الاجهزه الالكترونيه بالحد الادنى. وبمرور الوقت يعني هنا قاعد تظهر عندهم فد اجيال جديده، ومثل ما تشوفون يعني اونلاين اكو طفرات، يعني يظهر عندك واحد عمره 12 سنه يبرمج بخمس ست لغات، عمره 13 سنه يشتغل باي بي ام على انظمه الذكاء الاصطناعي، عمره يعني فاغلبهم يدخلون الجامعه يعني مثلا مختصين في مجال الاي تي، مو مثلنا يدخل اي تي يعني كبكالوريوس يعني علوم حاسبات او هندسه حاسبات فقط لانه المعدل جابه هذه الكليه. هنا اغلبهم يدخلون لانه هو اوريدي يعني عنده كثير من المعلومات وهو مجرد انه يطورهم في الكليه، هذا هو الفرق الرئيسي. ولذلك تلقى انه مجرد يعني مرحله ثانيه بالكليه، لانه هو قبل لا يدخل الكليه هو اوريدي عنده لغتين او ثلاثه برمجه ويعرف يشتغل على كثير من التقنيات. يدخل مرحله اولى بالعطله الصيفيه يروح يشتغل انترنشيب، انترنشيب اللي هو عباره عن تدريب قد يكون مدفوع او غير مدفوع في الشركات. يعني هنا اغلب الشركات عندما تحتاج فد كوادر معينه بدل ما تروح توظف لها شخص بعقد، تجيب لها طالب بعد مرحله اولى او ثانيه او ثالثه تدربه لمده شهر وتشتغل عليه مثلا لمده شهرين الثانيات، وهذا هو راح يفيدها. طبعا هذا راح تكون يعني هو جهده مو ضايع، اولا ممكن انه تدربه ببلاش وراح يشتغل لها ببلاش، او ممكن تدربه ببلاش وراح يشتغل لها باجور زهيده جدا، فالشركه مستفاده والطالب مستفاد. فتلاحظ انه يكمل الاربع سنوات هو اربع يعني ثلاث سنه يعني ثلاث صيفيات هو متدرب في عده شركات او عده مؤسسات، وبالتالي هو اصلا يعني بنى النتورك الخاصه به، يتخرج هو اصلا عنده خبرات نظريه وخبرات عمليه وشهادات يعني تقييم او تأييد من هذه الشركات، ويقدر يرجع الى هذه نفس هذه الشركات ويتعين عندهم كموظف حقيقي يعني. فنعم يعني القضيه متقدمه جدا. ما هي شعبية العملات الإلكترونية عند عامة الناس خاصة بعد دخول عملة البيتكوين في البورصة العالمية؟ صراحة أنا يعني التقيت بالكثير من الناس اللي يعني بقسمنا يعني كطلبة هندسة حاسبات أو هندسة كهرباء أو علوم حاسبات، شفت أنه أكو هي هاي هذا الفايب أو هاي الضجة الإعلامية الموجودة عنها موجودة في المواقع الإلكترونية فقط، بس ما شفت واحد يعني مثل جماعتنا محور ده أربع أو خمس حاسبات وخارجين على مود يسوي تعديل، ما شفت هذا الشيء يعني. هنا لانه قلت لك يعني يسموها لاند اوف اوبورتونيتيز، يعني هي امريكا ارض الفرص، كل الانفراستراكشر كل الامور متوفره، فهنا الناس تدور على امور هي اكثر يعني مضمونه اكثر عقلانيه. يعني من يريد يسوي له فد ستارت اب ما يروح يصرف له 5000 6000 دولار على مود يسوي له فد ماكينه مال تعدين، واللي هو ما يعرف شنو وضعيتها يعني ممكن تنجح ممكن ما تنجح. اذا عنده 5000 6000 دولار ممكن يصرفهن على فد موضوع معين ويسوي له بهن فد تطبيق مرتب ويبدي يجني ارباحه اسرع بكثير من البيتكوين. فيعني ما شفت لها شعبيه يعني بين عامه الناس ولا حتى بين المختصين بهذا المجال.
هيبا ستاندردز صراحة صار علي ما يعني هذا ما سامع بها القطاع الصحي. البث توقف؟ لا أنا يعني مستمر عندي، ما أعرف إذا كانت تكون موجودة أو لا. سؤالي راست ان بيس، ما هو تأثير قوانين الخصوصية على الأنظمة والتطبيقات؟ طبعا شفتوها يعني قبل مدة هذه التطبيقات أو القوانين الخصوصية الجديدة اللي فرضها الاتحاد الأوروبي، اجتنا احنا طبعا على مدى يمكن اسبوعين يوميا تجينا، كل موقع احنا مشتركين به يعني تجينا فد تعليمات جديده من هذه الشركه بانه تم تحديث قانون الخصوصيه يرجى قراءته والموافقه عليه. فيعني هم اوريدي يعني ملتزمين بهذه القوانين ويتم تحديثها بشكل تلقائي ومستمر من قبل كل الشركات اللي احنا يعني مشتركين وياها بخدمات الكترونيه، لانه هو على مود يضمن بقائه في السوق لازم يحدث نفسه هذه التعليمات الجديده. توقفه عن اتباع هذه التعليمات راح يؤدي الى وضع في القائمه السوداء، وبالتالي راح تبدا الناس تبتعد عنه لانه تنافس شديد جدا في هذا السوق. فاي شخص يقصر باي واحده من هذه الامور يتوقع مباشره انه يتم تسقيطه في السوق والمنافسين يصعدون فوقه وينتهي يعني. صحيح الدوائر هناك تمنع التعاملات الغير رسميه على صحيح الدوائر هناك تمنع التعديلات الغير رسمية على موبايلات الموظفين مثلا استخدام صلاحيات الروت في الأندرويد، سمعت بها من فترة بس صار عندي فضول أنه أعرف صحة هذا الخبر. إحنا هنا كبحث علمي يعني في الجامعة شيء طبيعي أنه من تريد تسوي فد أي تطبيق يعني أو تطور أي شغلة على فد يعني أندرويد أبليكيشن تضطر أنه تسوي فد روت، يعني تدخل على صلاحيات الروت وتغير بها الكثير من الأمور. هو اصلا يعني الاندرويد لانه هو اوبن سورس فشيء طبيعي انه انت تقدر تعدل عليه وتغير عليه، وهذا جزء من شغلنا يعني كبحث علمي، مستحيل انه انت تقدر تشتغل عليه بدون ما تغير هذه الامور. ولكن كموظفين في الدوائر ما اعتقد، انا بالنسبه لي ما اشتغل في دوائر فما اعرف صراحه شنو اللي يصير، ممكن انه يكون اكو هش قوانين بس انا ما شايفها صراحه. سترو اهلا وسهلا، احد الامور اللي اعاني منها انه الاداريين يردون من موظف الاي تي ان يفهم ويستوعب وينفذ كل اللي يخطر على بالهم، واحنا الاي تي اكثر من اختصاص بشبكات وبرمجه وانظمه والى اخره. عندكم امريكا كيف شركات وكليات تبني مهارات الموظف وشلون ممكن الموظف يكون مسيطر على كل فروع الاي تي بصراحه، لان هالشيء ده يخلينا نركض وما نلحق. طبعا سؤال ممتاز جدا. في امريكا انا اللي شفته يعني من خلال يعني اصدقائي اللي راحوا انترنشيب يعني اشتغلوا في شركات معينه ورجعوا، يعني كان في الجروب السابق كان اكو عندنا 2 طلاب وياي يعني موجودين كباحثين طلاب دكتوراه اشتغلوا في فيسبوك 6 شهور تقريبا ورجعوا، اكو عندي حاليا هم من الاصدقاء راحوا جوجل يعني يدرسون حاليا وهم من عندنا اتصال وياهم. الشركات العالميه ما تعامل موظف الاي تي على انه هو يعني طماطه على كل شيء يركب. موظف الاي تي هو فقط عندما يقدم على فد وظيفه معينه هو اصلا يعني مقدم فد سي في يحتوي على المهارات اللي هو رايتهن، اصلا هو ما يوافق على عقد التوظيف الا هو موقع على فد شيء على الامور اللي المسؤوليات اللي هو راح يكون مسؤول عنها، وهو اصلا اوريدي هو قاري جوب ديسكربشن واصلا اثناء يعني الانترفيو هو يعرف شنو الامور اللي راح يتعرض لها اثناء الشغل. فاصلا يعني هنا اذا شخص يشتغل على الايمج بروسيسنج وجيت سالته على الديب ليرنينج يقول لك ام سوري ذيس از نوت ماي سبيشالتي، يعني هذا مو اختصاصي مو شغلتي. حتى على مستوى دكاتره الجامعات يعني تلقى شخص هو مثلا شغلته سايبر سكيورتي وتجي تسال على شغله معينه هي قريبه من سايبر سكيورتي فيقول لك ام سوري تقدر تروح الى الدكتور فلان اللي هو مختص بهذا المجال. فهنا أنا يعني كلمه ام سوري يعني انا اسف هذه مو شغلتي او ما اعرف لها طبيعيه جدا، حتى على مستوى رئيس قسم او على مستوى يعني اساتذه في الجامعات على مستوى مهندسين في الشركات اي واحد من عندهم هو بسهوله جدا يقول لك بانه انا اسف انا ما اعرف هذه الشغله. حتى على المستوى التدريسي اللي واقف عندك في القاعه قاعد يعطيك محاضره من تسال على شغله يقول لك اوكي اعذرني انا ما اعرف هذه، ممكن اسوي بحث وارجع لك الخبر او ممكن تدز لي سؤالك بايميل لانه اوريدي هنا يعني كل تدريسي اكو عندنا ايميلات مع كل الطلاب والطلاب كلهم يقدرون يدزون يعني اسئلتهم بالايميل او على مستوى يعني اكو عندنا ايضا فد نظام خاص بالطلبه تقدر تدز سؤالك وهو راح يبحث ويرجع لك خبر، يعني ماكو واحد هنا يعرف كل شيء لا التدريسي ولا الاستاذ الجامعي ولا الباحث ولا المهندس ولا اي شخص في اي شركه. فبالتالي هنا هو اوريدي يعني الشغله معروفه، مستحيل انت تتوقع من اي اي تي يعرف كل شيء. فهذا الشيء انا اعتقد هنا بالنسبه للاي تي اسهل من وضعنا، لانه هناك عندنا يا اما انه الاي تي عاملون على انه انت شنو شغلتك؟ طباع، انت شغلتك فرمت وتنصيب، او يردون من عنده يعرف كل شيء، وبكل حالتين هم ظلموه، يعني الاي تي هو مو هو الطباع او الشغل تفرمت وتنصيب، ولا هو اللي سوبر هيرو اللي هو يعرف يسوي كل شيء،
يعني هو شخص مختص في مجال معين يقدر يعرف معلومات كثيره عن هذا المجال. طبعا هم مو كل شيء عن هذا المجال، لانه اللي يقول انا مختص يعني ماشين ليرنينج، هو اثناء ما يقول هاي الكلمه هو اوريدي اكو اربع خمس بحوث نشر اونلاين او اربع خمس شغلات جديده انتشرت عن هذا الموضوع، هو ما يعرف الهم. فمستحيل اكو شخص يعرف كل شيء عن اي شيء في الاي تي. طبعا ممكن شخص يقول انا مختص او خبير او محترف في هذا المجال لانه هو يقرا اكثر عن هذا المجال، يقرا اكثر من غيره، بس ماكو واحد يعرف كل شيء، هذا شيء مستحيل. استاذ محمد، الضريبه في خدمه الشعب عالميا. طبعا 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 مثل ما ذكرت لك، يعني الحكومه وظيفتها هي مجرد تدوير الاموال، تجمع الضرائب من الناس توزعهن على الاماكن اللي تحتاجهن، سواء كانت خدمات او يعني تشغيليه او راسماليه، والباقي ترجع للناس. يعني في كل سنه اكو عندهم بما يسمى بالتاكس ريتيرن، اللي هو بعد ما الدوله انه تاخذ كل الضرائب اللي تحتاجهن. طبعا هي اوريدي هي يقصون عندك ضريبه من تدفع الكهرباء، يقصون ضريبه من تدفع الماي ومن تدفع الاجار ومن تدفع كل شيء، من تدفع حتى الفاتوره مال الانترنت، حتى من تشتري الطماطم من السوق انت اصلا ماخذين عندك ضريبه. بعد ما ياخذون الضرائب كلها تتجمع عند الدوله، الدوله طبعا راح يسوون الميزانيه مالتهم، يطرؤون الامور اللي هم اوريدي يعني متفقين عليها، راح يصرفوها، هذه تصليح الشوارع وهذه على مود منظومات الكهرباء وهذه غيرها وغيرها من هذه الامور. بعد ذلك الفلوس الزايده رجعوها للناس، اللي هو يسموها التاكس ريتيرن، اللي هو يعني الضرائب اللي هي ترجع للناس اللي هي زايده عن حاجه الدوله. هذه طبعا سنويا بالشهر الثالث او الرابع تبدي الناس تستلمها، وتلاحظ انه سرعتهم فت حركه كبيره جدا لشراء السيارات. اغلب الناس هم معتمدين على التاكس ريتيرن انه راح يرجع لهم مبلغ 3000 4000 5000 دولار، يقدر يروح يشتري بها سياره مثلا، او يروح يصيف بها مثلا في الصيف وهكذا من الامور الاخرى. فبالتالي طبعا الضريبه في خدمه الشعب. وهنا يعني هي يعني انظمه هذه الدول، على الرغم انهم عندهم نفط وعندهم صناعه وعندهم زراعه وعندهم كل شيء كراشي، بس بنفس الوقت الضريبه هي يعني العمود الفقري لاقتصاد الدوله. طبعا مو مثلنا، يعني كل الامور مو مثلنا. بالعراق ياخذون ضرائب على سعر البطاقات مسبقه الدفع وكل شيء محصلين. طبعا يعني مثل ما ذكرت، يعني الضرائب انت من تدفع ضريبه اصلا موقع الكتروني من خلاله تعرف الدوله ايش قد تسلم الضرائب، وين صرفتهن، وايش قد باقيتها، وايش قد راح ترجع لك. يعني كل هذه الامور هي شفافه، يعني موجوده اونلاين واكو ناس مسؤولين عنها. يعني هنا الشعب هو يقدر يراقب الدوله من خلال الخدمات الالكترونيه اللي تقدمها الدوله اصلا. يعني هي الدوله تقدم خدمات على مود تكون شفافه امام الناس، لانه انت من تعرف ضريبتك وين راح تروح، وين راح تندفع، وش وقت راح يرجع لك الباقي من عندها، انت اوريدي راح تصير عندك فد يعني حافز انه تدفعها، لانه انت قاعد تساهم في بناء بلدك. احنا اما بالعراق فاحنا للاسف يعني انت تدفع كل شيء بس ما تعرف وين يروح، لانه ماكو شفافيه. هذا هو الفرق الرئيسي، واللي ايضا اعتقد انه اذا كان عندنا انظمه الكترونيه تقدمها الدوله توفر لنا شفافيه في معرفه كل الامور اللي يعني كل داخل وخارج، يعني الصادر والوارد من الدوله، هذه راح تسهل لنا كثير من الامور، لانه راح تزيد ثقه الناس بالدوله، وبالتالي بالمستقبل انت راح تكون عندك حاجز او حافز اكبر انه تدفع للدوله الامور اللي مترتبه عليك ماليا. قريت خبر من احد الاساتذه انه حاسبات مستخدمه في الانتخابات الامريكيه كان منصب بها ويندوز اكس بي، فهل هذا صحيح؟ وهناك اخبار بالفعل اخترقت الانتخابات. مساله اختراق الانتخابات الامريكيه، طبعا هو يعني هذا فد موضوع كلش كبير وماخذ حيز كبير جدا من الاخبار بامريكا. يعني صار لها اشهر هم مسوين عده تحقيقات يريدون يثبتون انه روسيا قامت باختراق الانتخابات والتلاعب بها وتزويرها لكي يحرصوا على انه ترامب هو اللي يفوز. طبعا هذا الشيء يعني لحد الان هو يعني قيد التحقيقات، وترامب لحد الان هو يرفض الاعتراف بنتائج التحقيق، يعني بدل اكثر من محقق وحتى اقام دعاوى على بعض المحققين. يعفو، بس اعتقد المساله يعني بعدها لحد الان يعني ما واصل الى نتيجه نهائيه، بس هم ذكروا بانه يعني مؤتمر الاختراق هذا القادم راح يشرحون به كيفيه، احد الهاكرز راح يشرح كيفيه اختراق هذه الحاسبات وغيرها. خلينا نشوف بعد يعني اذا فعلا هذا الشيء كان موجود او لا. مساء الخير، تحيه طيبه، اهلا وسهلا بالجميع. شكرا على الاجابات. طبعا اتمنى انه هذه الامور اللي حكيتها يعني كانت مفيده للكل. عشنا ارهاب طفولتنا، معسكرات طفوله، الله يعينكم، راينا جميع. طبعا هذه المدارس المثاليه عكس ما موجود عندنا بالاحياء العاديه، خاصه احياء الناس السود. استاذ يوسف، المدارس المثاليه طبعا نعم صحيح، يعني اتفق وياك، وهذه ايضا نقطه مهمه انه كان لازم انه احكيها.
المدارس اللي موجودة هنا يعني أغلبها هي مدارس يعني تقدر تسميها حكومية، بس هي بنفس الوقت حتى وإن كانت حكومية هي يعني تقدر تدفع فلوس عليها يعني مو مجانية. أكو هنا هذا الديسكريميشن أو التفرقة العنصرية موجودة يعني في كل المدن، أغلب المدن يعني تلاحظ أنه مثلا شرق المدينة تلقى أغلبيتها أحياء مال بيض، تلقى غرب المدينة تكون أحياء مال سود فقيرة. فتلاحظ أنه المدارس الموجودة في شرق المدينة اللي هي به البيض او بالعكس يعني الشرق والغرب او الشمال والجنوب، اغلب المدن هنا مقسمه بهذا التقسيم، تلقى شرقها بيض وغربها سود او بالعكس او شمالها بيض وجنوبها سود. الاحياء اللي ناسها راقين او يعني اصحاب يعني بيوتهم تلقاها جميله، اصحاب بزنس عندهم فلوس، مدارسهم راح تكون ممتازه، يدفعون فلوس اكثر، فالمدارس مالتهم راح تكون يعني الخدمات اللي تقدمها للطلاب افضل. بالمقابل من تروح للاحياء الاخرى، الاحياء الفقيره اللي هي اغلبها تكون مثلا مهاجرين مكسيكان او السود، تلقى شوارعهم مفلشة، تلقى يعني بيوتهم مفلشة يعني قديمة جدا، أغلبهم يعني هم مدمنين مخدرات أو يعني ناس أصحاب مشاكل، وما عندهم يعني هسه ما أعرف أنه هم ما عندهم فرصة عمل توفرت لهم، أو هم أصلا أولريدي كانوا بهالطريقة هاي. هو هذا أصلا بحد ذاته هو يعني موضوع نقاش كلش كبير موجود حتى في داخل المجتمع الأمريكي، لأنه هم بعضهم يقولون يعني البيض يقولون بأنه السود هم متوفرت لهم نفس الفرص اللي متوفره للبيض، بس هم ما استغلوها، هم فضلوا حياه الاجرام والمخدرات والشرب وهذه الامور. في حين السود يقولون لا، احنا اصلا طلعنا للدنيا لقينا نفسنا قاعدين في هذه الاحياء السكنيه القديمه الفقيره، ولا مدارسنا مثل البيض ولا ابائنا مثل البيض، يعني احنا طلعنا لقينا ابائنا وامهاتنا مدمنين، فاحنا شيء طبيعي يعني لقينا اصدقائنا وجيراننا هم بنفس الطريقه، ف يعني المحيط هو اللي اثر علينا. فهذه ايضا يعني مساله معقده وطويله جدا، يعني ما اعتقد انه نقدر يعني في الدقائق المتبقيه نسولف عنها، بس نعم يعني اتفق وياك انه اكو مدارس ممتازه جدا في الاحياء الراقيه، واكو مدارس تعبانه جدا في الاحياء الفقيره، وتعتمد طبعا مثل ما ذكرت ايضا على التاكسس، اذا كانت الناس الموجودين في هذا الحي يعني اغنياء وشغلهم زين راح يدفعون تاكسس اكثر، راح تكون الخدمات المتقدمه لهم اكثر، وهكذا يعني ايضا تعتمد. نعم يعني أحياء سود مدارسها أقل كفاءة من أحياء البيض، وإن كان هذا الشيء قلت لك يعني موجود في أغلب المدن، ولكنه يعني في المدن الكبيرة مثلا نيويورك فلوريدا بقية المدن هذه الكبيرة المسألة يعني أقل وطأة، لأنه يعني أكو هي مور دايفيرس، يعني التنوع الموجود في هذه المدن أكبر من التنوع الموجود في المدن الصغيرة. كل المدارس الموجودة تزرع الإحباط والجانب التربوي تحت الصفر إلا ما رحم ربي وأؤكد التربوي. نعم نعم أستاذ أركان، يعني أنا والدتي معلمة وعندنا الكثير من أقاربنا يعني عايشين يعني بهذا الظرف، ومسألة صدق صدق محبطة، والله يساعد الناس على المدارس اللي موجودة عندنا حاليا. هم حيرين يعلمون أطفالهم برمجة وإحنا حيرين أجانت راح نت سوا حضر. نعم 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 فرق كبير طبعا، بس استاذ بلال يعني مهما يكون لا هم كل اطفالهم طلعوا عباقره، ولا كل اطفالنا نجحت الظروف بانه تاثر عليهم، يعني الحمد لله شكر لحد الان اكو عندنا ناس مبدعين قاعد يحفرون بالصخر على مود يعني يسوون فد شيء ويكون مستقبلهم افضل. ويعني ان شاء الله ان شاء الله ما نخلي يعني هالظروف تاثر علينا، وما دام احنا موجودين وما دام يعني مستمرين انه نشتغل فالمستقبل راح يكون افضل ان شاء الله. أستاذ سجاد شكرا على الإجابات. طيب هناك فوقية أو تكبر من قبل أصحاب شهادات، هل هناك فوقية أو تكبر من قبل أصحاب الشهادات العليا؟ طبعا يعني هنا إذا تقصد أنه أصحاب الماجستير أو الدكتوراه في المجتمع الأمريكي اللي أنا عايش بيه مثلا أو المجتمع الجامعات عندهم هذا الشيء، فأحب أقول لك أنه يعني على العكس، هنا أنا أغلب الأساتذة يعني راح أضرب لك عدة أمثلة وأنت احكم من خلالها. بعض الاساتذه هنا يجي يعني الى المحاضرات او الى الغرفه مات اللي هو موجود بها بالشورت، يعني شورت لابس هو وقميص او مو قميص، وانما تيشيرت نص ردان، ويدخل يلقي محاضره ويطلع يعني بكل رحابه صدر. طبعا هنا ماكو مساله انه دق الباب واكسكيوز مي كان اي جيت ان وما ادري شنو، يعني ماكو هنا تطلب رخصه على مود تدخل او تطلب رخصه على مود تطلع، المحاضره مفتوحه الباب مفتوح، طبعا تقدر تدخل شو وقت ما تحب، تقدر تطلع شو وقت ما تحب. التدريسي يدخل لك وهو لازم الكلاس القهوه بيده يعني ويشرح ويسولف، وهو لا يعني يعني بكل اريحيه يعني يعني يسوي نكات، وتقدر تسال اي سؤال، وتقدر تروح للغرف تدق الباب وتدخل مباشره. طبعا هنا يعني هو مساله ادبيه انه انت تقدر تدز له ايميل على مود تاخذ من عنده فد ابوينتمنت يعني فد موعد محدد على مود تروح لغرفته، بس كلش طبيعي انه تدق الباب وتدخل مباشره. هنا الاساتذه يعني مثلا قبل مده مثلا يعني مشرف صيني
في بداية السنة الصينية الجديدة عزم الطلاب مالته يعني كلهم في بيته، وقال لهم يابا احنا اليوم عندنا بداية السنة الصينية الجديدة، فأنا أتمنى أنه كلكم تجون أنتم عوائلكم لبيتي، وسوى لهم عزيمة وقعدوا أكلوا سوية. طبعا هنا العزيمة في أمريكا تختلف عن العزيمة في العراق، يعني من شخص يعزمك مو معناته أنه تروح أنت فارغ اليدين، العزيمة معناته هو يوفر لك البيت، بس هو كل واحد يطبخ ويجيب سوية، يعني كلهم يشاركون الأكل سوية وياكلون سوية طبعا. فالمشرف الصيني عزم طلابه اللي هم صينيين وامريكان وغيرهم يعني من كل الجنسيات، فراحوا لبيته وقعدوا سوية هم وعوائلهم واكلوا، يعني كل واحد طابخ مجموعه من الاكل، طبعا العراقي طابخ الاكل العراقي والسعودي طابخ الاكل السعودي، وكذلك الفلسطيني والصيني والامريكي، وجابوا طبخهم التقليدي وخلوا سوية وقعدوا اكلوا سوية. هذه يعني بدايه السنه الصينيه الجديده يعني. فهنا أنا يعني ابعد ما يكونون الاساتذه الجامعيين عن الغرور او التكبر او يعني اي نوع من انواع الفرق بينهم وبين الطلاب، ماكو. تلاحظ انه يعني مثلا قاعدين في المختبر طلاب، وورا شويه يشوفون انه باب المختبر انفتح، دخل الدكتور مالتهم اجى قاعد بالمختبر يمهم، يسولف وياهم مثلا، يسوي له شاي يسوي له قهوه، ويقعد يسالهم مثلا شنو المشاكل اللي قاعد تواجههم بالمختبر، وين وصلوا بالبحث اللي هم يشتغلون به، شنو الشغلات اللي يحتاجوها. اذا عندك مثلا في الشغله وقفت او فد احتاجيت اسلاك، احتاجيت يعني اي سيات، احتاجيت في الشغله معينه، بدسن بايميل. وطبعا الايميل مو مثل هناك، يعني لازم فد كريشه رسميه، هلو ما ادري شنو كذا، يعني لازم يكون فد اوفيشال. هنا تقدر مباشره تقول له هاي اي وانت ذس، وتحط له الرابط، وهاي حتى ماكو بيست ريجاردز ولا فلان. يعني الايميل بينك وبين المشرف ممكن يكون سطر السؤال وسطر والجواب مالته سطر او كلمتين. فالمساله هنا يعني كلش كلش يعني مفتوحه، يعني ماكو قيود ولا اكو فروقات. طبعا اغلب المشرفين او اغلب الاساتذه من هذا النوع، بعضهم طبعا ايضا يعني ممكن يكون شايل خشمه، ممكن يكون هو قافل، او ممكن يكون يعني متحفظ في تعامله مع الطلاب، تختلف طبعا من واحد لواحد، بس الاغلبيه هم ناس سبورت، و يعني دائما هم في نفس المستوى مع الطلاب اذا مو اقل. العقول المظلومه في العراق، طبعا الله يعين العقول. عشان كذا تعبناك، وشكرا استاذ صدق، شكرا استاذ علي، طبعا الاسئله ممتازه، وانا يسعدني الاجابه في اي وقت. موظف الاي تي هنا خصوصا بالحكومي حتى لو يخلوه يشتغل مولدات. نعم نعم للاسف انا كنت اشتغل يعني في شركه لعده سنوات، ويعني مع العلم انه كانوا المسؤولين مالتي هم ايضا يعني مهندسين كهرباء، بس بنفس الوقت يعني من اقول له بانه انا اريد انتقل اشتغل باختصاصي، يقول له انت شنو اختصاصك؟ انت حاسبات، انت شغلتك طباع، انت شغلتك وورد يعني. واذا اكو يعني اذا عنده حاسبه حتى اذا بالبيت تعطي يجيب لي اياها للدوام، او انا اروح للبيت يعني افرمتها وانصب فيها واسوي للانترنت. فهذه كانت يعني تعامل اغلب يعني ما نقول اغلب، بعض المدراء في الدوائر الحكوميه. بالدوائر الاهليه لا، العمليه بالعكس، انه يعتقدون انه الاي تي هو فد شيء لازم يكون هو يفتهم كل شيء. وطبعا هنا اثنيناتهم مو صحيحات، يعني الاي تي هو شخص مختص في مجال معين، يعني هو مثل طبيب الاسنان، طبيب الاسنان دخلت تقول له تعال سوي لي عمليه قلب مفتوح، ما يقدر، مستحيل. نفس الحاله ايضا يعني طبيب الاطفال تجيب دخله في صاله عمليات، مو شغلته، فكل واحد وشغلته يعني. فالاي تي ايضا هو يعني كمصطلح اي تي هو واسع جدا، يفترض في داخله اكو مجموعه من التخصصات، هذه التخصصات كل واحده منها يعني بها مجموعه من الناس يشتغلون سوية ضمن في التيم معين، ويتعاونون في سبيل تحصيل في شيء معين. مثلنا بالضبط من نرسم مشاكلنا للأستاذ. شنو أشوف حضرتك؟ شنو أشوف حضرتك بعد رجوع الطلبة المبتعثين من الخارج، راح يصير تغير على أيدهم؟ أستاذ علي زبيدي، طبعا هذا سؤال ممتاز جدا، وإحنا يعني ما أخفيك القول، إحنا يجوز من أول ما أجينا لحد الآن إحنا نفكر في هذا الموضوع، وراح نظل نفكر في هذا الموضوع، أنه هل من الممكن أنه إذا رجعنا نقدر نسوي شيء لو لا؟ إحنا شفنا هسه يعني مئات وربما آلاف من إخواننا أساتذتنا اللي كملوا ورجعوا. من رجعوا طبعا اول ما استقبلوهم يعني سواء من البعثات او من اللجنه العليا لتطوير تعليم في العراق، قعدوا حاسبوهم ورقه وقلم، انت اليوم الفلاني اللي خلصت به معهد اللغه وما انتقلت به الى الاكاديمي، ايش سويت به؟ قطعوا الراتبه، فلان شيء قطعوا الراتبه، فلان شيء يقصون من عنده، فلان شغله يغرمون عليها. فتلاحظ انه احنا اول ما راح نرجع اول شغله راح نصدم بها الامور الاداريه اللي اصلا احنا كنا شاردين من عندها، راح يستهلكون طاقتنا عده اشهر على مود تثبت نفسك انه انت فعلا كملت الدراسه، وتثبت طبعا عده اشهر على مود يسوي لك معادله للشهاده، وبعدين راح تجي تنشمر في واحده من الدوائر.
بالدوائر طبعا احنا اللي شفناهم هسه من اصدقائنا اللي رجعوا، راح تستقبل نوعيتين من الناس، يا اما واحد هو مثلا اولريدي ضايج من عندك، يعني قبل لا تطلع هو ضايج من عندك ورجعت وهو بعد ضايج من عندك، فهذا ايش ما تسوي؟ يقول لك او انت شو مسوي انت؟ يعني هو هذا شيء طبيعي اي واحد ممكن يسوي، يعني انت كانه شهادتك اللي رحت جبتها وجيتها ما بها اي قيمه. او اكو شخص ثاني لا، هذا راح اصلا هو انت شو تسوي؟ يقول لك اوكي بس احنا نريد بعد. يعني فنتمنى انه يعني اذا رجعنا انه نلقى فرصه انه نسوي بها فشي. وانا شفت انه هسه اغلب اللي رجعوا حاولوا يعني هواي اشتغلوا بدوائرهم وشركاتهم يسوون شيء، بعدين من استسلموا اي سو رجعوا يشتغلون بحث علمي. يعني هسه انا اعرف مجموعه منهم اول 3 شهور 4 قدموا مجموعه من المقترحات لمشاريع وامور كثيره، بعدين انه باي سو شافوا الوضعيه يعني اصعب بكثير من مما كانوا متخيلين واعقد بكثير من مما هم مصورين، فرجعوا هسه يشتغلون بحث علمي وينشرون بيبرات. فيعني كانه رجعوا حصلوا نفسهم في زاويه ضيقه وانعزلوا عن المجتمع، لانه يشوفون نفسهم لا هم يقدرون يغيرون المجتمع ولا يرضون انه يتغيرون مع هذا المجتمع الموجود. فما اعرف يعني نتمنى انه ما يبقى هذا الحال هو للاخير. يعني هو الجواب اللي كنت انتظره يا منى، لازم كل شيء نعرفه اول شيء من تقول له انا مبرمج جوابك تعرف تفرمت. نعم 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 للاسف يعني اغلب الناس موجودين لحد الان عندهم هذه النظره. استاذ محمد عاشت ايدك دكتور، طبعا معك مناقشه جميله، شكرا لك لتلبيه الدعوه. طبعا انا شاكر جدا يعني للدعوه، واتمنى انه يكون كل الامور اللي حكيناها مفيده للجميع، وطبعا راح يكون هو هذا الفيديو موجود يعني حتى اذا ورا ما نكمل بالنسبه للناس اللي يحبون انه يطلعون عليه بعد ذلك، هو راح يكون موجود، ويعني ايضا الاسئله والاجوبه اللي انطرحت ايضا راح تكون ايضا متوفره. بعد ذلك ايضا اي شخص يحب انه يسال عن اي موضوع له علاقه بالشغلات اللي حكيناها ممكن انه يتركه بالتعليقات، وراح يعني يسرنا انه نجاوبها حتى بالمستقبل. نصيحه اخيره توجهها للمختصين المتخرجين حديثا. طبعا استاذ علي انتم يعني اقرب للواقع من عندي، وانا اللي اشوفه حاليا اونلاين يعني من خلال المبادرات الجميله اللي ظهرت عندنا، يعني ابتداء بالاي تي لايف وكل المبادرات اللي ظهرت بعدها. اليوم الخريج او الطالب يعني عنده فرص ذهبيه كثيره انه ينضم الى واحده من هذه المبادرات، يبدي يتدرب على ايدي ناس مختصين خبراء من امثالكم، يعني راح يلقى نفسه يعني انه اتمنى انه هو بعد موجود في الجامعه يعني مرحلة اولى ثانيه ثالثه رابعه في العطله الصيفيه او حتى في اثناء الدوام، يحاول انه يطلع على كورسات اونلاين، يحاول انه ينضم الى مجموعه من الكورسات اللي قاعد تطرحوها يعني حضراتكم تقدموها يعني بالام كي وغيرها من المعاهد الاخرى. دائما خلي دائما الخريج او الطالب يكون اوبن مايند، يعني دائما يخلي نفسه مستعد لتغيير جديد. ممكن انه يشتغل على فد تقنيه معينه يدق عليها 5 سنوات 6 سنوات لحد ما يقول انه انا صرت فيها خبير، ثاني يوم يقعد الصبح يلقى نفسه انه هو هذه تقنيه انتهت واكو تقنيه جديده ظهرت للسوق. هنا لازم يكون هو اكو عنده المرونه الفلكسبيليتي انه يتقبل التغير، يتقبل الانتقال الى تقنيه جديده. طبعا شيء طبيعي انت راح تشعر انه اكو اثر عندك صدمه انه انت صعدت الى مستوى صرت فيها خبير في سيسكو مثلا، وفجاه تقعد الصبح تلقى الناس كلها حولت الى جونيبر، فانت بالك راح يصير عندك فد صدمه تقول لا انا اظل انا مصر على سيسكو لازم اظل على سيسكو. طبعا كمثال يعني مو شرط هي سيسكو، انا ما اقدر ارجع انه انا صرت خبير وارجع مباشره القى نفسي صرت مبتدئ، هذا الشيء كلش طبيعي في عالم الاي تي. ممكن توصل الى خبير في يوم من الايام، ثاني يوم الصبح تلقى نفسك مبتدئ في مجال ثاني وترجع تدرس من الصفر وتبدي نفسك وهكذا. يعني هو هذا هو القضاء والقدر، هذا هو البلاء الموجود في الاي تي. انت لازم تظل في يعني العمليه هي ساين ويف يوميه، تصعد الى توصل الى القمه تقول انا صرت خبير، ثاني يوم ترجع تصير مبتدئ وترجع تكمل وهكذا. فهذه نصيحتي للكل انه دائما تكون عندك الفلكسبيليتي، انه تكون دائما مرن ومستعد للتغيير، مستعد انه تحول على تقنيه جديده، ودائما اسال، دائما اسال الخبراء، دائما اسال. يعني لا تظل كتبك تقنيه مثلا او لغه برمجه وتنام عليها سنتين وفجاه تقعد الصبح تلقى نفسك ما يعني هذه ما لها قيمه، ما لها وجود، ما لها سوق عمل. دائما اسال ودائما استعد انه تنتقل من الخبير الى مبتدئ من جديد وترجع تصعد من جديد وهكذا. هذه هي النصيحه اللي انصح بها نفسي دائما وانصح بها كل يعني اخواني المختصين. الطبقه تحت المتوسطه دائما مدمنين مخدرات، مجرمين مثل ما تفضلت، الموضوع معقد جدا. طبعا شكرا جزيلا لكل الاسئله، يعني ما شاء الله
دكتور ممكن أمحى عن موضوع حقوق الملكية للأفكار والمنتجات والمشاريع خصوصا ما يتعلق بالبرمجيات؟ طبعا دكتور مازن هذا سؤال ممتاز ايضا. يعني هنا الحقوق الملكيه الفكريه، هنا انت ك يعني كباحث في الجامعه، مجرد انه تنشر فد بحث معين او فد موضوع معين تقدر تسجله كبراءه اختراع يعني خاص بك، يعني باتنت، وانت يعني بعدك طالب في الدراسات العليا كماجستير او دكتوراه، تسجل هذا الشيء كبراءه اختراع. بعد ذلك اي شركه تحتاج انه تستخدم هذا المنتج مالتك راح تشتريه من عندك، يعني تعطيهم انت، تقدر تبيع لهم حقوق الملكيه الفكريه لهذا الشيء، وطبعا هم يقدرون يشتغلون به، او انت تقدر يعني من خلال براءه الاختراع الخاصه بك وتجمعها مع اربع خمس براءات اختراع اخرى مثلا، وتجمعهن تسويهن على شكل فد شركه وتبدي تنتج هذه الامور اللي انت سويتها، لانه انت اوريدي عندك حق يعني التصرف بهذه الافكار، فتقدر تسوي بها شركتك الخاصه بك وتبدي تشتغل بها. يعني هذا اللي شفناه يعني لحد الان. احنا البعثات هي ضايجه من اللي يكملون ما يريدون احد يدرس. نعم نعم للاسف، يعني هذا الشيء لمسناه بهواي ناس من اللي رجعوا. طبعا يبدو انه صارت هسه الساعه 12 ونص. شكرا جزيلا لكل اللي كانوا موجودين ويانا لحد الان، واعتذر انه طولنا اكثر من اللازم. اتمنى انه جاوبنا على اغلب الاسئله يعني بالشكل المناسب والمفيد لاصحابها، وان شاء الله انتظرونا في لايفات قادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا مره اخرى لاي تي لايف كوميونتي والاستاذ محمد قاسم على الدعوه الجميله. شكرا جزيلا استاذ علي الزبيدي، وتصبحون على خير، في امان الله.